السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في قناة الزول وفي صفحة الزول. قلنا إننا حنلتقي مع دكتور أنور دفع الله، مرشح حملة الأمل لانتخابات 2020. نحن في انتظار الدكتور أنور حتى إنه يكون معنا لايف هنا صوت وصورة، حتى إنه نتعرف من هو الدكتور أنور وما هي رؤيته وبرنامجه السياسي أو برنامجه الانتخابي لي في انتخابات 2020. سيكون منافس لرئاسة انتخابات رئاسة الجمهورية في 2020، أعلن ذلك بنفسه، وقام بإعداد حملة وسميت حملة الأمل، واتخذت شعار من القلب، هي شعار لها، حتى إنها تعمل على 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 ترويج هذه الحملة، لينضم لها كثير جدا من السودانيين داخل وخارج الوطن. مرحب بك، السلام عليكم دكتور أنور دفع الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي الحبيب علي. الله يسلمك، ألف مرحب بك، وانت ضيف علينا الليلة في قناة الزول الإلكترونية، وفي برنامج يتناول قضية قد تكون قضية سياسية تهم كل الشعب السوداني بمختلف ألوان طيفه السياسية وكل عامة الشعب عموما. مرحب بك، ونحن نخوض في الحديث عن 2020 كانتخابات قادمة، كمنافس لمن سيترشح فيها، سواء كان من الحزب الحاكم وسواء كان من الأحزاب الأخرى أو سواء كان من تيار آخر من التيارات اللي موجودة في الحراك السياسي داخل وخارج الوطن. في البدء قد يكون الكثير ما يعرف دكتور أنور أو ما يعرف سيرته الذاتية، ولكن في البدء نتيح المساحة لدكتور أنور، تعرفنا من الدكتور أنور دفع الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. السلام عليكم أخي الحبيب علي وجميع متابعيك في كل أنحاء السودان وخارج السودان من السودانيين. أيها الزول أيتها الزول، لكم المحبة من المكان اللي أنتوا فيه لحد مكانه هنا ذا. وأحب أورد حاجة مهمة جدا أنا دائما بحاول أروج ليها، اللي هي مسألة السلام باللغات السودانية. فأنا معاي هنا ده 29 تحية سودانية تم تجميعهم كان في إطار مؤتمر تيدكس خرطوم 2013 جمعتهم الأخت مهد الفكي. فحابب أن أقول لكم، ولو في أي زول كان دي هي اللغة بتاعته الآن ذكرتها وكان اللهجة بتاعتي ما صحيحة، يعني بس تصلوا المحبة بتاعتي أهم شيء. فمسكاكي مسكافي أنجلو ويافينا توكينا وي أرسدن إجنا مورو ما نوبو سري ناقمينا سرن ناقرو بيلا إي جردل إي بيلدل إي لونج إفليك أمون ماريون مادي جانيدي مير نيكي أجمو شيباك سنكراج دوالموس التير أجلو مرحبتين حبابكم عشرة بلا كشرة كفو ليكم زوتارولو أماسيق كافليقنا ايتنينا ومرحب بكم. مرحب انور فتح الرحمن احمد دفع الله، من مواليد مدينه بورت سودان في 23/1/1978، ودرست فيها كل المراحل الدراسيه وخلصت الجامعه في الاكاديميه العربيه في الاسكندريه في مصر، وكملت الدراسات العليا بتاعتي في كوريا الجنوبيه. أستاذ جامعي مبادر نشيط ومتطوع بكل فخر، ويعني ما عندي كبير الجمل، ما في حاجة بشوف إنها مستحيلة ولا ما ممكنة ولا كذا، بحاول دائما أقتحم، بحاول أقدم مبادرات، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. جميل. طيب، العمل داخل السودان، هل عملت داخل السودان قبل ذلك؟ طبعا انا اشتغلت، يعني اول ما تخرجت من الجامعه اشتغلت في بورت سودان في مسقط راسي في كليه بورت سودان الاهليه، واشتغلت في كليه الثقره التقنيه، واشتغلت في جامعه الزعيم الازهري، واشتغلت في جامعه السودان، في جامعه النيلين، وفي اكاديميه المصارف، واشتغلت في جاردن سيتي،
وكان عندي شغل خاص يعني في كل المراحل دي. دائما دائما يعني انا من اسره فيها التجاره بتغلب على الوظيفه، يعني دائما بيكون عندي يعني عمل خاص، بيكون عندي مشارك في شركه ولا عندي شركه بديره انا ذاتي ولا كده. فالسودان اشتغلت فيه، اي نعم، يعني من ايام التخرج لحد قريبات يعني. نعم يعني نعم تفضل. ايوه فنعم اي اشتغلت في السودان، لكن احنا طبعا في عصر بتاع الانترنت هسه حاليا، يعني هسه ده لو شغال انا مثلا بطور لي صفحه بتاعت انترنت ولا برنامج بتاع كمبيوتر في اي حته انا قاعد، هل معناه انا ما شغال في السودان؟ الناس بتكون شغاله في اي حته، يعني طبيعه العمل نفسها وطبيعه التقدم الحياتي خلى نعم انه حكايه انك قاعد وين مكانيا دي، يعني هسه انا وانت بنتكلم في شان بتاع بلدنا، لو ما ذكرنا ان احنا قاعدين وين ما في زول بيعرفنا ان احنا قاعدين وين، احنا قاعدين في السودان. يعني احنا لو مرقنا من السودان باجسادنا، السودان ما بيمرق مننا من وجداننا يعني. جميل. نعم طيب تفضل. المحطات الخارجية، المحطات الخارجية ليك في مجال العملي والدراسي، علمنا أنك تقريبا درست في كوريا. نعم ايوه، درست في مصر، درست في الاسكندريه في الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، نعم ودي خلصت فيها البكالوريوس على الهندسه الحاسب الالي الكمبيوتر. وبعدين في كوريا الجنوبيه درست الماجستير والدكتوراه في خلال 7 سنوات. كوريا تعتبر بلدي الثاني، يعني انا عشت في كوريا 7 سنوات وهي ثاني اطول حته انا عشت فيها خارج بلدي السودان. نعم فكوريا هي بلدي الثاني يعني، والكوريين ده شعبا بحترمه جدا وبقدره جدا، وقريت عنه وعرفت عنه، ونفسي انه ننقل التجربه الكوريه بالكامل للسودان. ولو نقلناها على يدينا نحن ما محتاجين لوسيط، يعني نحن عارفينها ومطلعين عليها، مطلعين على التجربه الكوريه ان اند اوت في كل التفاصيل بتاعتها، يعني ما محتاجين لاي زول ثاني عشان يجي يقول لنا والله تعاملوا كده ولا تسووا كده، عارفينها. وهي تجربه ملهمه ونحن محتاجين لها في السودان جدا. وانا كان في اول مره اتكلمت في مؤتمرات تيدكس اتكلمت في كوريا كان، وقلت انه نحن محتاجين ننقل التجربه بتاعت سيماول اندونغ، اللي هي تجربه بناء قريه جديده باللغه الكوريه تترجم للعربيه نعم بناء قريه جديده، محتاجين نقول للسودان، لانها هي تجربه بتاعت تمدين الريف في مقابل تريف المدن الحاصل عندنا في السودان. كل الناس اتجهت، يعني نفس النتيجه بتاعت الشهاده السودانيه قبل يومين ولا ثلاثه، يعني ورت انه ما في عداله في ما في توازن ما بين النتائج بتاعت الناس. الناس كلها يعني 88 نفر من 100 نفر الاوائل بتوع الشهاده السودانيه موجودين في العاصمه الخرطوم، وفي الخرطوم نفسها قاعدين في حته مناسبه جغرافيه صغيره جدا جدا. فبالتالي بقى ما في عداله، يعني الثروه والسلطه وحظوظ الناس من الحياه الكريمه والكويسه، من العلاج، من التعليم، من كله بقى متمركز في العاصمه. الكلام ده كان موجود في كوريا، الكوريين تغلبوا عليه وقدروا انه يعني يقدموا نموذج ممتاز جدا جدا. كوريا لو مشيت اقصى حته فيها، ابعد حته فيها، بتلقى كل الخدمات الاساسيه اللي دايره، من علاج وصحه وتعليم والى اخره والى اخره. الكوريين بلدهم 70% مثلا منها عباره عن جبال، يا اما طالع يا نازل، انت ما في فلات لاند زي عندنا في السودان. هناك بيدا كله يتغلبوا على الطبيعه القاسيه الصعبه، الناس كان بتموت من الجوع في البرد وكده، يتغلبوا على الكلام ده كله وعملوا نموذج بتاع بلد اسيملو فينا اللي ما عنده اي منتج كوري ولا كده. فالكلام ده انا عارفه ان اند اوت، اشتغلت في التلفزيون الكوري وفي الاذاعه الكوريه وترجمتها للدراما الكوريه اللي بتتبث في الشرق الاوسط وكده، ده كله ورانا التجربه يعني من اهلها من نفسهم. طيب بفضل الله جميل تعالى الواحد بيتكلم اللغه الكوريه وكده. نعم جميل دكتور انور. المحطات العمل الخارجيه الاخرى غير كوريا، الدول تمام. اللي عملت فيها وكان في اي مجال؟ انا الشغل بتاعي الكارير بتاعي كله دائما يا بكون استاذ جامعي يا باحث، يعني واحد من الاثنين، يا استاذ جامعي يا باحث، وبعد ذاك بيكون عندي تجاره بالجنبه. ففي كوريا الجنوبيه اشتغلت مثلا في المجال بتاع الريسيرش، واشتغلت في التجاره، كان عندي شركه بتاع التجاره، واشتغلت في الترجمه وفي الاذاعه وفي التحرير والى اخره في الترجمه وكده. في السعوديه اشتغلت استاذ جامعي ومدرب ومدير التدريب في الكليه بتاعتنا في جامعه الملك فيصل. في الدوحه في قطر اسست قسم بتاع تقنيه المعلومات في كليه التاسيس الجامعي، واديرت القسم نفسه يعني في هنا للفتره اللي فاتت يعني. في امريكا مثلا كنت باحث مستقل مع مجموعه بحثيه اسمها دي سي داتا ساينس، موجوده في جامعه جورج واشنطن في العاصمه الامريكيه دي سي، واشنطن دي سي.
فانا عشت في 5 دول. مصر طبعا كنا طلاب فيها، يعني درسنا بس في مصر الفتره بتاعت البكالوريوس وجينا مارجين منها، فدي خامس محطه لي انا اكون قاعد فيها خارج السودان، ومبسوط جدا بانه التجربه فيها تنوع وفيها اثراء. يعني دي حاجه بتدي الزول فرصه انه نعم لو اتيحت له المجال انه يخدم ويكون شايف الحاجات كلها ابعاد بالابعاد بتاعتها، يعني البعد العربي الافريقي، البعد العربي الاسلامي، البعد الافريقي المسلم، البعد الامريكي، البعد الاسيوي، البعد الشرق شمال اسيوي الى اخره. فدي كلها حاجات الواحد ممكن يقدم فيها ان شاء الله عبر البرامج بتاعتنا في حمله الامل يعني. نعم إن شاء الله. طيب تعرفنا على شيء بسيط عنك، وشايف أنا من سيرتك الذاتية معانا هنا زاخرة في العديد من الأعمال، وكنت من مؤسسي تيدكس في السودان. بس نستوقفك في تيدكس والتجربة في السودان. لما أسست تيدكس كيف كان تقبل المجتمع ليها ونظرته، لأنها تسمع عن رائدين أعمال، عن نجاحات لبعض السودانيين داخل وخارج الوطن، عن شباب انهم يتحدثوا عن طموحهم للمستقبل. نعم طبعا احنا مجتمع شويه الحراك فيه تقيل، يعني الناس تقبلهم لاي حاجه جديده دي بياخد زمن طويل جدا جدا. حمله الامل اسيد نموذج واضح جدا. اذا انا زول عمري 40 سنه نعم بالضبط، اول ما بقيت مؤهل لانه اترشح الرئاسه طوالي قلت انا ده اترشح الرئاسه، فدي الناس ما بتقبلوها، يعني بيقعدوا لهم مسافه ويشوفوا لهم اي عذر على اساس انه يعني الكلام ده ما مقبول وما جاي وما، لحد ما تثبت نجاح بعد ذاك الناس كلها معك ما عندهم مشكله، انت كويس وانت قدمت نموذج وكذا. فالتجربه بتاعت تيدكس لما جينا في البدايه طبعا سمعنا يعني ما لم يقله مالك في الخمر في البدايه، ديل اولاد ميكي وديل ما عارف لموا الحناكيش وديل عملوا شنو. لدرجه انه احنا ناس في الفريق بتاعنا بتاع العمل نفسه كان بيقول لي يا اخي احنا والله انور بنجي عشان التشيكسي وكذا. اخواننا ده موضوع بتاع افكار ممكن تغير، يعني تغير حياتك انت تماما، ممكن تغير اقتصادك انت تماما، ممكن تغير صحتك، ممكن تغير، يعني افكار بتستاهل تستحق الانتشار. فاخذوا الموضوع بصوره جديه، يعني ما تفتكروا انه الحاجه دي صعبه. يعني في بروفيسور اسمه اليكس بنتلاند الفكره الكبيره اللي قدمها في تيدكس انه وريني منو بيلاقي منو في المدينه ولا في المنطقه، انا بقدر اتنبأ لك باجمالي الناتج المحلي للمنطقه دي. وريني انت في جلاسكو، وريني في الدوحه، وريني في الخرطوم، منو لاقى منو في اليوم ده، انا بقدر اوريك انه اجمالي الناتج المحلي بتاع المكان ده قد شنو. دي فكره كبيره جدا جدا. ليه؟ لانه الافكار بتنتقل لما انا الاقيك بتكلم معاك، بشيل فكره من راسي هنا ده بدخلها جوا راسك من غير عمليه جراحيه، من غير شكل، من غير ضرب، من غير غيره، مش كده؟ فالافكار عندها قوه كبيره، وده السبب اللي خلانا احنا نستثمر فيها زمن وقروش وجهد والى اخره، على اساس انه المنصه بتاعت تيدكس بتاعت تبادل الافكار، المجتمعات تلهم بعضها، انت بعد مرات كثيره ما محتاج انك تفتش لك حل من برا، الحل بيكون موجود داخلك داخل المجتمع، ما بتكون عارفه. ونحن ناس طبعا معروفين بانه البراندنج بتاعنا ضعيف، نحن ما بنعرف نسوق لنفسنا كسودانيين بصوره عامه، بتلقى السوداني عامل شغل كبير وممتاز، لكن ما مسوق له بالصوره المفروض انه يتسوق له بها. فالحاجه دي المنصه بتاعت تيدكس بتحاول تطلع الناس، تطلعهم من الانكفاء بتاعهم ده، من بعض مرات اللي بيقولوا عليه الهامبلنس، التواضع، بعض مرات بيكون مصطنع، يعني بعض مرات بيكون حقيقي ما في كلام، لكن لما يكون مصطنع ده مضر جدا جدا. يعني ما ممكن تكون انت زول وعامل وساوي وساوي وساوي، لما نجي نقول لك يا اخي ما شاء الله وعملت كده، هو يعني انت المفروض تكون تكرم وتسهر للناس، تقول يا اخي والله يا اخي ما كلنا اولاد 10، يعني فيها شنو، عملت حاجه، انت عملت حاجه، وده جزء، ده جزء من اجمالي الناتج المحلي. يعني ليله روسيا دي مستضيفه كاس العالم الليله، بتدفع مليارات الدولارات، هتستفيد شنو؟ بتستفيد حاجه مهمه جدا جدا، اللي هي منها السلف استيم بتاع النيشن، الثقه بالنفس. المواطن الروسي يقول لك انا بلدي استضافت كاس العالم، نعم الثقه دي بتزيد الانتاجيه، وده كلام كله بناس الاقتصاد بيعرفوا كويس. يعني انت قدر ما تحفز عمالك، قدر ما تحفز مواطنينك، قدر ما الناس يكون مبسوطين، قدر ما الانتاجيه بتاعتهم بتزيد. دي الحاجه اللي بنحاول نعملها احنا عبر المؤتمرات تيدكس، بتاعت نوفر منصه الناس تشوف فيها النماذج الناجحه، تشوف فيها القدوات، تشوف فيها الناس الكويسين، منصه لا سياسيه ولا دينيه ولا حزبيه ولا غيره، منصه لكل السودان وكل السودانيين. التوطين بتاعها ما كان رحله سهله، لكن كان رحله ممتعه جدا جدا. وتوقفنا في النص، يعني كان جهاز الامن وقفنا احنا في 2013، لكن الحمد لله الناس واصلت، يعني ما وقفت في الموضوع. وانا من هنا ده رح احيي
كل الشباب والشابات، كل المواطنين السودانيين والسودانيات اللي اشتغلوا في المنصات دي، متحدثين ولا متطوعين ولا منظمين ولا غيره. يعني ده حاجه بتستحق فعلا انه الناس يعني تاخدها وتمسكها وتكون موجوده في كل جامعه وفي كل مدينه وفي كل حته. يعني ثاني حاجه، انت بتمرر عبرها يعني نعم افضل ما عندك لكل العالم، لانها منصه عالميه، ما منصه محليه، ما حاجه بس تحت هنا في المجتمع المحلي. يعني احنا مثلا كان عندنا واحد يتحدث، زول عالم سياسه، وتكلم كلام جميل جدا جدا. الكلام بتاعه اخذوه في ليسته بتاعت افضل يعني محادثات، افضل 10 محادثات المفروض يشوفه كل مواطن امريكي ويتعلم منها الالهام، يعرف انه كيف مهما كان الامور ضايقه ولا بتاع، المفروض الناس تكون متحمسه وكده لمستقبلها والى اخره. فالتجربه دي للتوطين بتاع تيدكس اللي هو المشروع اللي سميته انا تيد تو سودان، يعني مشروع ما كان سهل لكن كان جميل يعني. ومجتمعنا واي زول وزوله بيستحقوا الحاجه الكويسه. الشاعر واد بادي بيقول شنو؟ بيقول الجنيات الغابت جابت، شرق حامد وغرب بله. يعني احنا كنا شرقنا، مشينا كوريا ولقينا هناك تيدكس، عرفنا عن تيدكس في امريكا والترجمه وبتاع. فاول ما انتهينا جبنا معانا الحاجات المنصات دي للسودان لانه الناس بتستحق يعني. جميل. طيب يا دكتور، شكرا للكلام الجميل، خاصة عن الله تيدكس يديك وعن الصبر. مبادرة تيدكس وبدايته في السودان. قبل ما نبدأ نخوض نعم. في خطتك للسودان وبرنامجك الانتخابي للسودان، نزل سؤال نبدأ به، شنو اللي خلاك تقرر في أنك تخوض انتخابات 2020 لرئاسة السودان؟ تمام. بالنسبه للموضوع بتاع انه ليه انا داير اترشح لرئاسه السودان ده، طبعا ممكن اجيب لك فيه اكثر من اجابه، لكن الاجابه انا ده شخصيا ممكن اكون نايم واجاوب لك انه انا داير اخدم. انا بحب خدمه الناس عامه، يعني بفتكر انه السودانيين اي زول وزوله بيستحقوا انه زول يخدمهم بافضل ما عنده. حصلت لي حادثه في العام 2000، الوالده الله يرحمها كانت مريضه بالفشل الكلوي، كان بتغسل كلى في مستشفى ابن سينا، واحتاجت لدم بصوره عاجله. في الوقت ذاك يعني ثقافه التبرع بالدم دي ما كانت شائعه عند الناس زي اسي يعني. نشكر الجهود بتاعتنا الشباب مسلمين وغيرهم يعني شغالين في التبرع بالدم وكده. ففي وقت كان فيه يعني حاله كده بتاعت اقول لك شنو، بتاعت ياس من انه في زول ممكن يتبرع بدمه للوالده الله يرحمها في الوقت ذاك. وفجاه كده قام جيو الناس يعني اوت اوف ذا بلو يعني من اماكن مختلفه، كل زول دار يتبرع بدمه. انا بتذكر في واحد فيهم زول لابس لي عراقي كده، العراقي ساعته يعني متواضع كده وشكله ما عنده اي شيء في الدنيا دي، ما عنده اي شيء غير دمه ده. الزول ده جاء يتبرع بدمه واختفى، والله اقول لك شنو، بس زي الملاك، ما بنعرفه لا اسمه منو، لا اهله منو، لا ساكن وين، لا قرش نو، لا شغال شو، ما عارفين عنه اي حاجه. الزول ده مشيته دي خلتني انا مسكون بحسن الظن في اي زول وزوله، في انه يا اخي الناس ديل، الناس اللي ما عندهم شيء، اللي ما عنده شيء غير دمه ومستعد انه يديك له، وانت غير دمه ده ما في حاجه بتحلك انت في اللحظه دي، لا قروشك لا غيره. الزول ده يستحق انك تديه افضل ما عندك. انا بحب العمل التطوعي وبحب الخدمه وكده، لكن من الوقت ذاك اي حاجه بقيت احاول اعملها ات سكيل، يعني اعملها كبيره واعملها ات كواليتي، اعملها بجوده عاليه، بحاول انه اخلص فيها كانه ده اخر شغل حاشتغله، وكانه ده الحاجه الوحيده اللي انا متاح لي انه اعملها. فالموضوع بتاع الرئاسه ده انا جاي من باب الخدمه، انه انا اخدم من في زول ثاني من باب بيخدم الخدمة. افضل مني. جميل. نحن الخدمه نعم، انه المواطن السوداني الزول والزوله بيحب يفترض نديه افضل ما عندنا، افضل واحد فينا يديه افضل ما عندنا. جميل. ده معناها انا ما بفترض انه انا افضل زول، دي حته مهمه، حته مهمه. طيب شكرا لك، وعرفنا حتى انه برضو الناس تقدر تعرف من اي خلفيه سياسيه تتحدث او من اي منطلق حديثك بيكون، هل تنتمي الى اي حزب سياسي؟ ابدا، انا ما منتمي لاي حزب سياسي. انا حاولت انه انتمي لاحزاب سياسيه، لكن بكل اسف طبعا بيقول لك شنو، بيقول لك انت لو عايز تمشي يعني، لو عايز تمشي سريع امشي لوحدك، لو عايز تمشي بعيد امشي مع مجموعه. ده مثل افريقي. جميل. انا شايف انه في فرصه كبيره جدا بتاع التغيير ممكن تحصل في السودان في 2020. اللي بيخليني ما افكر اخوض الانتخابات شنو، وانا ممكن اخوضها، ده نمره واحد.
نمرة اتنين، يا اخي انا حقدر استحمل قدر شنو؟ انه السودان ده قدامي زي الطفل، تخيل طفلك يكون قاعد كده في العنايه المكثفه وانت شايفه بيموت، وانت ممكن تقدم له دواء ولا تمشي تتدخل اي نوع بتاع تدخل، تجيب له طبيب، تجيب له الى اخره، وانت تكون قاعد كده بتعاين له، تكون محبط، تكون بتحارب في نفسك براك بانك انت ما قاعد تعمل حاجه. نعم فدي مشكله، عدم المبادره هي المشكله الكبيره شايفها ناس حاليا، وانه الاحزاب السياسيه ولا المجموعات الكبيره بيكون عندها حسابات معقده. انا ما اقدر اعقد الامور يا اخي، لو في حاجه بقدر اعملها بعملها طوالي يا شباب، منو معاي راح اكون طوالي نعمل البتاعه دي، والحمد لله في نفر كريم استجابوا يعني وشغالين شغل يعني ممتاز جدا جدا. جميل. فالانتماء، الانتماء حاليا ممكن يدخلك انت في حسابات ما بتقدر عليها. يعني احنا عندنا اكثر من 100 حزب سوداني مسجل، اكثر نعم. من 100 حزب، لدرجه انك انت بعض المرات مش بتلخبط في الليسين، ما بتقدر تعرف انه يعني الحزب اكس يعني سين حيكون فرقه شنو من الحزب صاب. لكن واضح جدا لو انت عملت يعني حاجه بك كمستقل ومعاك مجموعه خطيته برنامج ويعني جريته في الموضوع، انتوا ممكن تقطعوا شوط كبير جدا، وممكن تتخطوا عقبات كبيره مفروضه على الاحزاب السياسيه ككيانات، عندها حركه هنا وعندها حركه هناك وبتاع. فانا افتكر انه الحمله بتاعتنا دي الحظوظ بتاعتها بتاعت النجاح اكبر بكثير جدا جدا من احزاب راسخه وبتاع. ثانيا السودان ده له زمن الاحزاب بصراحه كده يعني قاعده سايد، ما قاعد تعمل حاجه. انا شخصيا انا وفتح الرحمن احمد دفع الله لو كنت لقيت احزاب سودانيه عندها مثلا تجربه في الانتخابات، تجربه حقيقيه، حتى لو في تزوير، حتى لو في خجل، لو في اي شيء، عندها تجربه لمده 3 مرات، يعني المره دي بس تكون الثالثه، يعني مثلا قول 2010 2015 2020، الاحزاب دي كان بيكون عندها خبره تراكميه ممكن تتعلم منها. انا ده كان يكون عندها ادبيات منشوره في موقعها في الانترنت، كان يكون عندها ناس تدربهم، لكن ما في بكل اسف، لانه الناس بتتقاعس وتقاطع، يقول لك ما دارنا شرعنا النظام. يا اخي النظام هو ما داير شرعنا، النظام سبحان الله الظروف الاقليميه والدوليه والبتاع بتخلي النظام ده بعيد في انتاج نفسه بصوره يعني متشه جدا جدا. والناس قاعدين يا اما بيكون في فساد ورشاوي سياسيه، يا اما بيكون في احباط وتقاعس وعدم شغل. يعني انا من الناس اللي طلعت في المظاهرات بتاعت 2013 اللي هو سبتمبر 2013، واحده من الحاجات اللي فشلت المظاهرات دي الهبه الانتفاضه دي كان هو عدم وجود قياده سياسيه، عدم وجود قياده سياسيه من الاحزاب. نعم. عدم وجود قياده سياسيه ده بيضرب في وجود، في كينونه وجود الاحزاب نفسهم، في شرعيه وجودهم. انتوا موجودين لشنو؟ اذا كان في حزب سياسي، الحزب ده مهمته الاساسيه هو الحصول على السلطه وتقديم برامجه عبر السلطه. انت ما ممكن انا ده الليله مواطن اعزل اطلع قدامك واخذ الرصاص وبتاع، لحد الليله دي انا ده اعرف هل هي دي قضيه اي حزب من الاحزاب؟ خلي حزب يقول لي يا اخي انه والله الشهداء بتوع سبتمبر الماتوا ديل دي قضيتي الاولى، وانا ده هعمل عصيان مدني وهعمل مظاهرات وهعمل شنو، لانه قتلوا الناس هناك وما في زول يتحاسب. وريني يا حزب، يعني الناس كلها بس شغاله بتراكم في المؤتمر الوطني عمل والمؤتمر الوطني سوى وبتاع، لكن كلامي انا ده المواطن وكلامي سياسي ما في فرق بينهم. بالتالي انا بقدر اخذ زمام المبادره انا ده كمواطن واوري انه والله انا ممكن اعمل اكثر من الاحزاب، ممكن اعمل اكثر منهم والله بكثير يعني. جميل جدا دكتور انور دفع الله. طيب نجي لحمله الامل. حمله الامل اخذت نعم. شعاره هو القلب لانكم تستحقون الافضل. دكتور انور دفع الله 2020 رئيسا. هذا الكلام ده بيعني معناته انت اوريدي خطيت تصورك، خطيت برنامجك الانتخابي، وضعت خارطتك للسودان. ندلف الى برنامجك الانتخابي بصوره مسقره كده ونقول لك، نسال السؤال، كيف ترى السودان الان وكيف سيكون السودان اذا تم انتخاب انور دفع الله رئيسا للسودان في 2020 في فتره بتاعت عندك اربع سنين او 5 سنين في الرئاسه؟ شنو مشروعك للسودان؟ كيف سينظر انك الامل؟ كيف انه الناس دي يقتنعوا، كيف انه الشعب يقتنع انك الامل فعلا لاخص السودان الى بر الامان من الحاله اللي هو فوقه، وكيف انهم تكسب قلوبهم بعلامه القلب اللي خديتوها دي؟ هل لكسب القلوب؟ تفضل دكتور انور دفع الله، عايزين نسمع برنامجك الانتخابي للسودان.
طيب اولا بالنسبه للقلب يا اخوانا، القلب ده ما قلب بتاع حب رومانسي، القلب ده بتاع الضمير، الضمير الغايب. احنا حاليا في المؤشر بتاع الدول الفاشله الاكثر فشلا، احنا الدوله نمره 7. الدول المؤشر بتاع الدول الاكثر فسادا، احنا الدوله نمره 3، يعني ثالث افسد دوله في العالم. اي زول فيكم يا اخوانا، اي زول قاعد يسمع في اللقاء ده، انت لو فاكر نفسك طاهر وشريف، انت في المؤشر بتاع الدول الفاسده محسوب من دوله ناس فاسدين وناس فاشلين. الدوله ما قاعده تتحكم في الحدود بتاعتها، ما فيها امن داخلي، وانتوا شايفين مؤخرا، شايفين قصه انه الناس بتموت سنبله ساي في الخرطوم. طبعا الناس قاعده تموت سنبله، كان في جنوب السودان قبل ما الجنوب ينفصل ويستقل، الناس كان بتموت سنبله ساي في دارفور، لحد الان الكلام ده مستمر. الناس بتموت في جنوب كردفان وفي النيل الازرق، بيموتوا ساي لاسباب ممكن منعها. الموضوع بتاع الحرب ده ممكن جدا انه يتمنع ويجيف، لانه مهما كانت التكلفه بتاعت السلام، تكلفه الحرب اعلى منها، لانها مستمره ولانها كلها فساد ولانها كلها يعني سماسره ولانها كلها صرف في الفاضي. التكلفه بتاعت اللا امن، نعم، عدم السلم بتاع الناس ده عاليه جدا جدا. يبقى الوضع الراهن السيدي ما محتاج له توصيف، يعني قدر ما ممكن نجيب ونوصف ونسوي، الوضع ده أسوأ منه ما في. حاليا السودان في زي الدول في العالم، يعني الخطاب، انا كان قريت جزء من الخطاب بتاع بيان الانقلاب الرئيس عمر حسن احمد البشير 1989. البيان ده بيصلح الليله دي انه يتقال مره ثانيه، فساد المسؤولين وكنزهم للثروه وانتهار الخدمه المدنيه، تسريح الناس للصالح العام، انه الامه بقي يتقدموها الاقزام بتوعونا مش الناس المؤهلين، البلد بقت في شح في العمله الصعبه، الاقتصاد تضخم، البطاله يعني وصلت حد ذاته ما معروف. الحكومه عايشه على الكذب، الحكومه بتاعتنا نحن عايشه على الكذب، يعني من غير كذب ما بتقدر تاكل وتشرب. المواطن، الحكومه بتاعتنا انا بسميها حكومه البري بايد، حكومه الدفع المقدم. انت بتدفع كهربتك وتدفع مويتك وتدفع نفاياتك وتدفع تعليمك وتدفع صحتك، وبعد ذاك تستجدى في انه الحاجات دي توفر لك. يعني كونه انه يكون يا اخواننا ما في اكثر من الموت، الموت ده ما في حاجه المفروض انه الناس يعني تستوعز به اكثر من كده. كونه يكون في جثه في مستشفى قاعده لمده 10 ساعات ما في زول داري يرفعها، وبعد ذاك السلطه ما يعني ما تديك فرصه بتاعت انك تقول الكلام ده غلط، دي أسوأ مراحل الفشل الممكنه في السودان. كون انه المواطن ما يحس بالانتماء وكل الناس تكون دايره تطلع بر البلد، دي فشل اصلا ما معقول. انا ده شخصيا والله اختشي تمام الاختشاء لو كنت انتمي للنظام ده وعندي فيه رانك، في انه انا دافع عنه ولا اقول اجيب المرشح، اجيب الزول اللي كان في راس النظام ده ذاته قاعد لي سنوات طويله، اقوم اجيبه واقول يا اخواننا تعالوا عشان نستكمل مسيره الفشل، ما ممكن، مش كده؟ يبقى نحن يا اخواننا الحمله بتاعت الامل بتاعنا، لو انا لو بقيت رئيس السودان ان شاء الله في 2020 كالتالي. احنا عندنا محاور رئيسيه لازم الناس يعني تعملها، انا ده 4 سنوات دي كفايه بالمناسبه، وانا زول مقلق، الناس اللي بيعرفوني كويس، انا مقلق ما من النوع اللي بقعد في حته واحده كتير. يعني الحاجه الاولى مكافحه الفساد، الفساد اذكى من النفوس في السودان، بقى في فساد يعني بصوره غير مسبوقه. حاليا الحكومه بتاعتنا اطلق عليها واحد قال انها تخطت مرحله فساد الاداره الى مرحله اداره الفساد، يعني بقت اي حاجه انت بتحصل في الحكومه بتاعتنا عباره عن فساد. انت ده مهما تكون طاهر وشريف وتكون زور نظيف والى اخره، لو جابوك دخلوك في الحته دي انت ما حتقدر تغير حاجه. ليه؟ لان بقى الهيكل بتاع البناء بتاعه، يعني انت في عجله تخطط كده ده وانت حتجي بس تبدل، نعم، البديله بتاعتك دي سبحان الله. شوف الهيكل والحي التبدل فيها دي، لو كان يعني دستور دائم ولو كان تداول سلمي للسلطه وبتاع، كان احنا الجيل بتاعنا ده يكون مبسوط جدا جدا، يباصل الجيل اللي بعده يعني مستقبل مشرق وبلد يعني مليانه موارد والى اخره. لكن بكل اسف ان احنا الحاجه اللي اتخطى فساد بتاع 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 خدمه مدنيه، فساد اداري وفساد اخلاقي وفساد في كل الحاجات. انا بتذكر البروفيسور معز عمر بخيت لما كان بيقول الفساد في المناهج الدراسيه، كونه انه يدرسوا كلام ايديولوجي ما عنده اي معنى، لا يسمن ولا يغني من جوع،
كلام ما بتقدر بعدين تمشي تترجمه لحاجه ما عنده مؤشر بتاع هنا. فدي دي 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 دي, دي, دي الفساد الفساد ده احنا لازم نحاربه، يعني حرب بلا هواده. 4 سنوات دي كفايه جدا جدا لان الفساد يبقى ثقافه في السودان. لو بقى اي زول فينا نحن ده سرق ولا اشتبه انه سرق ولا بتاع، الناس حسبته حساب جد جد. اسيو بالمناسبه في قوانين ممتازه، يعني ما محتاجين لقوانين جديده. الغايب بس حاليا الاراده السياسيه. الليله دي في قانون لو طبقناه بيجر له 3-4 من القطط السيمان اللي هي قاعده مصنقره يعني في الحكومه ذاتها. ما في زول بيجر نفسه بيقول انه والله انا حرامي، ما في زول بيكتب بالقلم انه شقي. بالتالي احنا التغيير لازم يحصل، التغيير عشان الفساد ده يتحارب لازم التغيير يحصل. ما في طريقه يعني الزول القاعد وفسد ده ما في طريقه بتاعت انه لا تقول له يتحلل ولا ما يتحلل، ما في طريقه هو ذاته يكون قاعد وبرضه انه والله نقوم نحارب الفساد. ما هي ما بتبقى الاثنين، يا اما نحارب الفساد يا اما الزول ده يقعد. واسي الشايفه انا ده الناس عندهم كلام كده ني، يقول لك يا اخي انه والله يا اخي جينا انت عارفه ولا جينا ما تعرفه. يا اخوي ده حرامي بتعرفه ولا حرامي ما بتعرفه؟ انت داير تكون جزء من الفساد ده ولا انت بتنبذ الفساد؟ لو بتنبذ الفساد يا ابن الحلال الحكومه دي لازم تتغير ككل، وانا بقول تتغير سلميا، ما تتغير بسلاح ولا تتغير ببتاع، لانه بلدنا وضعها هش ما بيستحمل. وانا شخصيا يعني وحمله الامل تارجتنج الرئاسه، لانه الرئاسه فيها باور. يعني احنا لو كنا نظام برلماني وديمقراطي راسخ وبتاع كان اقول لك يا اخي انه ما رئاسه، والله الزول ممكن يترشح لمجلس تشريعي ولا مجلس وطني ولا كده. لكن الرئاسه اسي فيها، يعني الرئاسه اسي بقت فيها كل الحاجات بما فيها تعيين الاولى بتوعون السودان كله 18 ولايه. نعم. محاربه الفساد نمره واحد، نمره اثنين دعم الصحه، الصحه الصحه الصحه، دعم التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وتحقيق الوحده الوطنيه. ديلا بفتكر طبعا الحاجات دي جواها التفاصيل بتاعتها اللي هو الاقتصاد، التنميه المستدامه، الاقتصاد والتنميه المستدامه في المحاور الاساسيه. فديل الحاجات دي اللي احنا لو عملناهم وعملناهم بصوره كويسه بنصل لبلد امن مستقر ديمقراطي ومتطور، بنصل لانه الجيش بتاعنا يكون بيحمي الحدود بتاعتنا ويحمي شعب السودان. يعني بنقدر نفصل السلطات الثلاثه ونقويها وندي فرصه للسلطه الرابعه اللي هو الاعلام، حريته الاعلام، بندي فرصه انه يكون في شفافيه. بنقضي على الفساد بصوره كامله، بنقلل الصرف الحكومي. الصرف الحكومي هسه حاليا مبالغه، يعني انا الناس طبعا ما بيعرفوا يحسبوا، او مش ما بيعرفوا يحسبوا، ما بيحسبوها بالصوره المفروض انه يحسبوها بها. الليله لما تقول لي عندك 400 وزير، 400 وزير دي يعني شنو؟ ما معناه 400 عربيه، ما معناه 400 بيت تدافع على المصاريف بتاعته، ما 400 مرتب ولا بتاع. انت بتتكلم على الاقل على الاقل بتضرب في 5، لانه كل وزير عنده الظل بتاعه زي 5 انفار كده، هو يعني ال5 انفار ديل كلهم جو داخلين مع الوزاره. انت بتتكلم على صرف اصلا ما معقول، يعني صرف زي ده خزينه الولايات المتحده ما بتستحمله. ونحن ممكن الحكومه بتاعتنا تبقى يا اخواننا كلها يعني كلها مجرمي حرب سابقين ومجرمي حرب حاليين. انا بتكلم على بالمناسبه الحكومه والبقاء الحكومه الاثنين، ما ببري زول، يعني ما في زول بفتكر انه والله يا اخي الزول ده كويس والزول ده كعب. انا بقول انه السلام في السودان لازم يتحقق، لازم يتحقق. ابناء السودان لازم يقعدوا جوا السودان. يعني احنا ما ممكن نحل مشاكلنا في اديس ابابا وفي القاهره وفي باريس وفي لندن وفي مشاكلنا تتحل جوا السودان وفي الدوحه وفي كل الحتات. الناس تكون جوا السودان وتحل مشاكلها، واللغه بتاعت الحوار بتاعتنا تكون لغه سودانيه مع بعض، ما الدوشكا والار بي جي والكلاشينكوف وكده. احنا لو ما حققنا سلام داخل بلدنا ما بتمشي لقدام نهائيا. ما في تنميه من غير استقرار، من غير امن ما في. والحكومه بتاعتنا دي اكبر حكومه ارهابيه انا بفتكر، يعني ما حكومه اصلا قائمه على عدل ولا بتاع ولا هناك، يعني كل الحاجه مدققه وعضلات وكده. ان احنا دايرين حكومه بتاعت تكنوقراط، بتاعت ناس فاهمين، ناس عندهم سجل بتاع انجازات، يقود البلد لبر الامان. وانا افتكر 4 سنوات دي، 4 سنوات دي ممكن ترسل دعائم على اساس انه يكون بعد كده تداول للسلطه سلمي، الناس تمشي لقدام. ففي حمله ثانيه احنا بنقول لانكم تستحقون الافضل. ان احنا بنقدم نفسنا والناس الثانيه يقدموا نفسهم، ممتاز اصلا ما في مشكله، ما في اي مشكله في انه كل الناس يتقدم واساس انه نطلع افضل واحد فينا يخدم البلد، ما في مشكله. المشكله وين؟ جميل، قلت عندك أولا الفساد والصحة والتعليم
تحقيق الوحدة الوطنية. في حاجة تانية واخدها معاك أنت في حملة الأمل في مشروعك الانتخابي للسودان؟ نعم، اللي هو الـ 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 الأمن والاستقرار وبناء الدولة وترسيخ حقوق المواطنة والتنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد والقضاء على الفقر، تطوير الخدمات واستعادة الدور الريادي المتميز للسودان في أفريقيا وفي في الشرق الأوسط. ديل كلهم، يعني كلهم من البيلرز بتاعتنا، يعني من إيقاف الأمن وتحقيق العدل الاجتماعي والسلم، البحث العلمي تفعيله، مكافحة الفساد طبعا، العدالة الكلية، العدالة الكلية والانتقالية. يعني احنا برضو واحدة من الحاجات الأساسية ده نعمل انه الدولة تعتذر الاعتذار التاريخي المطلوب وترد المظالم لأهلها. في ناس كتار جدا ظلموا في السودان ظلم شديد، يعني العنصرية مثلا، لو مسكنا العنصرية كنموذج، في ناس نعم كتار جدا جدا مؤهلين لمناصب في السودان ما شالوها، نسبة للعنصر بتاعهم، للإثنية بتاعتهم، نسبة للديانة بتاعتهم، إلى آخره إلى آخره. الكلام ده لازم تترد المظالم دي. يعني احنا عندنا ألفاظ قبيحة الناس بتطلقها على بعض، ودي بترقى إلى الشرك بالله. يعني ما ممكن أنت تقول لزول تاني عبد، الزول ده عبدك أنت، جيت اشتريته أنت بقروشك، ما عبد. ولا تقول لزول تاني حلبي، ولا تقول لزول تاني يا خال ولا غيره. والكلام ده يكون أنت يعني ولا بترمش، وأنتوا الاثنين مواطنين نفس البلد، الاثنين عندكم نفس الحقوق وعليكم نفس نعم الواجبات. كيف الكلام ده؟ يعني ما حاجه، ما يستحيل انها تستقيم والعقل. احنا في القرن ال21. انا قبل كم يوم طلعت فيديو وريت فيه انه انا ده والله سوداني من كل قبائل السودان، نعم واصل نعم وكل قبائل السودان بتمثلني. فرسل لي واحد قال لي اسمع يا اخينا، الكلام الممجمج ده بتاع كل قبائل السودان وما قبائل السودان ده ما تمشيه فينا، ورينا قبيلتك شنو. فتخيل زول في 2018 بيفتكر انه والله يا اخي انت لو ما وريته قبيلتك شنو ولا بتاع، انت ما سوداني، انت ما عندك الحق في البلد ولا من حقك انك تتكلم. وطبعا ده فهم بتاع عبوديه، يعني عفى عليه الدهر. احنا في 2018 حاليا الدول عندها برامج بتاع الدايفرسيتي، مثلا زي امريكا بتجيب سوداني، بتجيب كرواتي، بتجيب كل الناس تضمهم للبلد ويتجنسوا بجنسيات، يكون عندهم نفس الحقوق والواجبات وبتاع. انت الليله دي لسه بتشوف في منو الاصلي ومنو الام بيتعمبوه. الكلام المتخلف ده لازم ينتهي، لازم يقف تماما. يعني ما عندنا طريقه ان احنا نكون دارين نبني بلد ودارين نودي نشيل الحكومه بتاعت الانغاز نعم برا، وفي نفس الوقت بنكون بعنصريين مع بعض. والله ربنا ما بقوم لنا قايمه، ما هو ما على كيفنا ان احنا، مش كده؟ ان احنا دارين حياه معيشيه كريمه يعني لكل المواطنين السودانيين، يعني في الصحة، في التعليم، في المواصلات، في البنية التحتية، كل الناس يستمتع بخيرات البلد. السودان ده بلد غني، يعني مليء بثروات كبيرة جدا جدا، وأهم مورد عندنا احنا المورد البشري. أنت عندك إنسان سوداني قرا في مدارس السودان دي وقرا في جامعات السودان دي، بتلقاه بينافس في الخليج ده ناس جايين من أوروبا ومن أمريكا ومن وين ومن وين، نعم الخامة بتاعته كويسة الزول ده، انت بس استثمر فيه. يعني المورد البشري ده لو استثمرت فيه استثمار شويه، يعني حاجه موجوده بس انت داير تزيد شويه تستثمر فيه. يا اخي يعني احنا سبحان الله بكل لا استثمر فيك حكومه لا بتاع، ومستعدين انه يقلعوا منك ضرائب، ومستعدين انه يسكسكوك في خدمه الزاميه وفي كلام كثير. يعني انا بستغرب ذاته لعدم الحياه ده. انا الليله ما ربيتك، ما اكلتك وشربتك وبتاع، بكون جاي ده اخذ منك واخلص منك؟ ما ممكن، مش كده؟ يعني ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، ان السفينة لا تجري على اليبس، لا تجري على مش كده؟ اليابسي. جميل جدا. طيب اول اذا ربنا وفق وبقيت رئيس في حكومه السودان، اول سامعني علي؟ اولوياتك، نعم اول اولوياتك في الحكم حتكون شنو؟ اولويات اداره دوله اللي انت ها؟ بتديرها، اولوياتك في حكومه السودان حتكون شنو؟ حاجة أنت شايفها مهمة شنو؟ إن تقوم حكومة السودان اللي أنت حتكون رئيس ليها إذا تم انتخابك رئيسا لجمهورية السودان، شنو اول شايف الحاجة المهمة اللي إنك ممكن تعمل فيها الأول؟ اول حاجه اول حاجه اللي هو تعيين، نعم نعم اول حاجه طبعا اللي هي تعيين رئيس وزراء
شخص كفء وقادر وعينه مليانة ونزيه، على أساس إنه يشكل حكومة، الحكومة دي تكون حكومة قادرة وحكومة يعني زي يقولوا الامتياز. تحاول الحكومة دي في خلال 3 شهور بالضبط، في ال3 شهور دي تورينا مؤشرات، المؤشرات دي بكل وضوح تظهر للمواطن في حقه، منها اللي هو تقليص الترهل الحكومي والصرف الحكومي من ناحية بتاعت وزارات ووزراء دولة وكل الجوطة والهلمانة دي، المفروض انها تكون حكومة رشيقة جدا جدا ما تفوت لها 12 13 نفر. ونحن قبل كده ضربنا نموذج، يعني قدمنا اسماء، قلنا الاسماء دي لو وافقوا دي ممكن يشكلوا نواب بتاعت حكومة. ممكن نقدم تاني 50 60 اسم، ممكن نقدم 10 15 قائمة مختلفة لوزارات مختلفة. رئيس الوزراء هو ان شاء الله لو انا ده فزت بالرئاسة هو اللي هيشكل معاي الحكومة، بحيث انها يعني الحكومة. تاني حاجة اللي هو المفوض الأعلى لمكافحة الفساد، وده هيكون عنده الصلاحيات كاملة، على أساس انه أي شخص يشتبه في انه أسري بالحرام في السودان ده ما في حاجة اسمها حصانة. تاني حاجة الاسترداد بتاع أموال السودان، أموال الشعب السوداني اللي اتاكلت دي، نعم دي واحدة من الحاجات بتاعته. أنا طبعا ما بتدخل في 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 أنا بديه كافة الصلاحيات، لكن ما بتدخل في التفاصيل الفنية لشغله، لأنه كيف هو يلحق القطط السمان، يكفي للمطارات إلى آخره. فالناس تبين راسها، أنا لو بقيت رئيس السودان أي قطة سمينة تبين راسها من السيدي. بعدين طيب الناس قد تتخذ بشبهات، يعني بنتحدث ما عن بالضرورة إنه الفساد، والله انت عارف يكون انه يعني فعلا 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 إنك أنت يعني قطعت الشوط كامل في الفساد. لو نعم قطعت خطوة واحدة في الفساد انت غالبا هتتعرض لمحاكمه، ما في اسمه شنو ده. تاني حاجه الثقافه العامه بتاعت طيب معلش يا دكتور انور، تتحدث عن الفساد وعن محاربة الفساد، ونحن نعلم ان الفساد في السودان وصل مراحل ايوه يمكن ما وصل لها في كثير جدا من الدول. واحدة من الدول الخط السودان بيقطع من عندك، وصل، انا ما سمعت الاخيره، قلت لي بيتحدث عن فساد وشنو؟ اي قلت لك انه الفساد في السودان وصل لمرحلة خطيرة جدا، يمكن محتاجين لآليات. شنو آلياتك اللي انت حتحارب بها الفساد ده؟ ونحن في فساد في دولة عميقة، فساد دولة عميقة بكل أركانه، يعني آلياتك شنو اللي انت حتحارب بها الفساد دي يا دكتور أنور؟ ايوه والله الفساد طبعا عنده اليات كثيره ومتطوره، يعني بس وممكن بالمناسبه في القوانين في الادبيات بتاعتنا في السودان ممكن يكون في كل الحاجات دي. انا احنا ناقصنا في السودان هو الاراده السياسيه. قلت لك انه انا ده الزول ما بيكتب روحه شقي الليله، انا ده لو قال لي تعال وقع مثلا على امر القبض بتاع انور وانا ذاتي انور، ما بوقع على امر القبض. وده الحاصل، ده الحاصل في كثير من الاحيان في السودان، يعني تجاوزات وبتاع ومحسوبيه وفكني وفكك والى اخره. دي حاجه ما يعني واضحه جدا جدا، سمعنا كثير من القضايا جات ظهرت في الاعلام بتاعت يعني مسؤولين هنا، يعني من القضيه اللي كان في مثلا في مكتب الوالي قال لك الناس نعم اتحللت. انا اول مره اعرف القصه بتاعت في قاعه التحلل ده، يعني كان لما جات القضيه دي، يعني كيف تتحلل؟ يعني هل ليله من ناحيه بتاعت اقتصاد الاوبورتيونيتي كوست نفسها، يعني الليله لو اديتك 100 جنيه الليله انت قمت اكلتها، هل ال 100 جنيه دي بعد شهر هي نفس ال 100 جنيه؟ لو كنت اشتريت بيها دولار مثلا هل هي نفس ال 100 جنيه؟ لو مشيت خطيتها وديعه في البنك هي نفس ال 100 جنيه؟ ففي حاجه اسمها الاوبورتيونيتي كوست، يعني الفرصه شنو ضيعتها علي انا كشعب، ودي خيانه بتاعت امانه. ما في حاجه اسمها انك والله رجعت القروش نفسها. وفي ناس كتار جدا سرقوا الدوله وسرقوا البنوك بالطريقه دي، بتاعت الزول بيشيل له مثلا ما يعادل مليون دولار، بيدخلهم ويشيلهم وديهم وديعه في اي دوله ثانيه. بعد فتره يمشي بيقولوا اللغه بتاعت السوق والتجار يقول لك خندق، بيجي راجع بيشيل الارباح يحطها في جيبه ويجي يرجع لهم المليون. القروش اللي حولها لدولار دي بيجي يفكها في السوق السوداني، ولانه في شح بتاع عمله، لانه الحكومه كلها ما شاء الله بقت يعني سماسره وقطط سمان، يعني ما في زول شغال مشروع انتاجي، الناس كلها شغاله سمسره ومضاربات في العمله، العمله اللي هناي. واسي القضيه بتاعت بنك السودان دي يعني حاجه مواصله لحد اسي، انه الادويه قروش الادويه يا اخوان الناس ما لاقيه تتعالج وبتاع.
يعني دي حاجه اقسم بالله المفروض انه يقطعوا فيها رقبه اي زول طالع فيها. دي ما دي ده حد حرام عديل، ما حاجه الناس المفروض انها يعني تدير فيها. يعني انت ففي حتكون انه نستخدم تنشئ التقنيه محاكم يا اخي، حاليا في التقنيه بتاعت دكتور البلوك انور، تشين، من حديثك التقنيه بتاعت انت البلوك تشين بتقول دي ممكن انه تسمح للناس ان يكون في لحظه، بابليك ليجر، نعم يعني في سجل عام كل الناس نعم تقدر تشوف فيه. اي هل مشترى حكومي من اي وزاره من اي ولايه من اي محليه، هل حتكون تنشئ محاكم؟ يعني هل حتنشئ محاكم حتى انه تحاكم الناس دي محاكمات علنيه، الناس اللي اختلست اموال الشعب، الناس اللي بتسرق، الناس اللي بتقول عليهم، وبقول عليهم كثير جدا من الناس انهم القطط السمان، هل هنشوف محاكمات؟ هل هنشوف محاكمات للناس دي بانها تحاسب، قوانين تسن حتى انه اي زول يعمل هي حسابه طبعا انه والله طبعا انا طبعا في نعم هي طبعا هتشوف محاكمات طبعا، ما في كلام، دي حاجه اصلا ولا دار لها، يعني ما دار لها اسمه شنو ده، يعني تردد، يعني كون انه انت قال المصيبه اللي وقعنا فيها نحن في السودان عقب الاستغلال، شنو المساله بتاعت انه عفى الله عما سلف، يعني كانما عطاء من لا يملك لمن لا يستحق. يعني مثلا اول حادثه حصلت نحن عقب الاستغلال بتاع السودان، حادثه فيها حق المواطنين راح سنبل اساسا، زي ما بيقولوا لي الحادثه بتاعت عنبر جوده بتاع المزارعين المساكين كتلوهم في شنو ده في كونتينر، سجنوهم في كونتينر. المهم في الموضوع من الوقت ذاك كل حكومه بتجي بتخلي الوراء او بيكون في محاكمات شكلها انتقامي، يعني زول دار ينتقم من زول تاني، ايديولوجي دار تنتقم. احنا السودان بتاعنا يا اخواننا سودان خالي من اي نكهات، ما يا سودان سوداني هويته سوداني، السودان ده المصلحه بتاعت المواطن السوداني اكتر نعم حاجه بتكون في مصلحه المواطن السوداني هي اللي حتمشي، يعني ما مصلحتي انا ده ولا مصلحه زول تاني ولا مصلحه دوله تاني ولا ايديولوجيا تاني ولا بتاع، المصلحه بتاعت المواطن السوداني اولا. مصلحه المواطن السوداني بتقول انه الزول الازاو حاليا، الزول الاكل قروشه، الزول استفاد بقروشه دي وجوعه ومرضه، ما خلاه يتعالج وما خلاه يتعلم وما خلاه انه يعيش حياه كريمه، يعني ما معقول الوزير بتاع الماليه في البرلمان يقول والله يا اخي احنا ادانا وعد بالكذب ولا بالجد، احنا مشينا قعدنا معاه. يا اخي ليه تتصل لمرحله بتاع التسول زي دي؟ ليه اصلا من البدايه؟ يا اخي ما معقول انت اصلا لو وصلت لمرحله زي دي طوالي تستقيل، طوالي تقدم استقالتك وتقول يا اخوانا انا بخلي يدي من المسؤوليه، قاعد لشنو؟ انت قاعد فوق الجماجم بتاعت الناس اكثر من كده يعني. فحتى الرئيس السوداني الحالي ده بيقول انه والله خلاص كفايه كفايه يا اخي، اتنحى عن السلطه اليوم قبل بكره، ادينا فرصه، يعني انا عمري 11 سنه لما جيت للسلطه، الليله انا عمري 40 سنه 29 سنه انت قاعد، طيب يعني انا بشوف فشل انت فوق فشل، اذا انفصال انت البلد الجنوب، طيب ذهاب الموارد، جميل دكتور انور، دكتور التضخم الى انور اخره، ده انت كله بتقول انت قاعد الان ادينا ولسه فرصه. كمان دار تترشح تاني، دار طيب تترشح. ما في كلام زي ده، ما يفترض طيب انه اصلا ده يكون خيار من الخيارات، يعني احنا ما المفروض نلعب في مستقبلنا. جميل، انت بتقول ادينا فرصه، بتنادي في من يده السلطه الان ادينا فرصه. هل في نظرك شخص متمسك بالسلطه، وقلت انت هي حكومه باطشه، هل في نظرك الانتخابات حتكون انتخابات نزيهه حتى انك تخوض فيها؟ طيب في تجارب بتاعت انتخابات بدت ما نزيهة لكن نهاية المطاف انتهت نزيهة، في تجربة في السنغال، يعني تجربة واضحة جدا جدا، في تجربة في كينيا، تجارب قريبة لنا، يعني في تجربة في رواندا. ما بالضرورة انه الاوضاع تكون مثالية، ان احنا دولة عالم ثالثية، ان احنا دولة ديكتاتورية، لا الحكومة بتاعتنا ديكتاتورية، الحكومة بتاعتنا بتكذب باسم الدين، بتاكل حق الناس، بتاكل حق اليتامى وبتاع، ما عندها مشكلة. هل الانتخابات هتكون يعني شفافه ونزيهه؟ يعني احنا مطالب الحكومه انها تكون كده، يا ريت الحكومه بتاعتنا زي ما يقولوا تحزم تكرب نصها وتجد نفس الناس في صندوق الانتخاب ده زي ما يقولوا بكل نزاهه وشفافيه، ما في زول بيديها صوت، انا متاكد ما في زول بيديها صوت. طيب لو هي حتزور، هل احنا برضو ما يزال نخشها؟ ايوه نخشها. ليه؟ الاكسرسايز اللي هو التمرين بتاع الناس يعني تمارس العمليه الديمقراطيه نعم. وانها تدافع عن حقها في صندوق الانتخاب ده،
دي حاجه الناس قاعده فيها في اجازه لها زمن طويل جدا جدا. الاحزاب السياسيه كل مره بتقول لك يا اخي اسمع حيزوروها حيخجوها وبتاع، ها طيب انتوا عملتوا شنو؟ وينو انشاء القواعد؟ وينو الناس؟ وين المراقبه؟ وينو الحراك الجماهيري؟ وينو البتاع؟ الانتخابات دي في الفتره بتاعتها بيكون في حريه بتاعت اعلام، ودي فرصه الناس ما تفوتها، ما تلعب فيها كله كله. عندك فرصه بتاعت تقول كلامك وتفضح الفساد وتسوي بتاع، ما تلعب في الكلام ده طوالي عامله. المشكله شنو؟ انت داير الامور تجيك على طبق من ذهب، انت في قاعد في انجلترا ولا قاعد في امريكا، ما هو لازم يكون في مدافره ولازم يكون في مداوسه على اساس انك تصل للحاجه اللي انت دايرها. لكن الانتخابات كوسيله بتاع التداول سلمي للسلطه دي حاجه انا ما يعني ما شايفني في اي شك، وبفتكر انه احنا لو مشينا في الاتجاه ده حنصل، لازم نصل يعني، لابد من السودان وان طال السفر، ما نتنازل عن المساله دي يعني. فلو في زول عاجز عن انه يشتغل، لو في زول ما قادر بتاع، دي مشكلته. ان احنا قادرين نشتغل وحنوري ان احنا الحكومه دي طفى النور منه، خلي الانتخابات دي احنا نمشي في الحمله بتاعتنا وبتاع، بعد شويه بيعرفوا ان احنا كيف اذكياء، ان احنا مواطنين عاديين، ان احنا ناس حادين على مصلحه بلدنا. ما هي بلدنا دي اسي حاليا المشاكل والمآسي فيها دي، ما الناس شايلنا، الناس شايلنا، المتطوعين شايلنا والمغتربين شايلنا وبتاع. يعني هي في حكومه هي عشان نقول انه والله يا اخي الحكومه بتاعتنا هي الممشيه الامور، ما مشينا نحن. الحاجه الجديده في الموضوع ده ان احنا دايرين الحكومه ذاتها. احنا زمان كنا بنحاول نساعد ونسوي وبتاع، وعلى امل انه الحكومه والله تفوق ولا توعى وتلحق بالركب بتاع المواطنين في انه يعني تساعد تستكمل زي ما بيقولوا الحاجه اللي بيعملوها الناس. اسي دايرين الغله كلها، بلدنا دي كلها دايرينها نحن، ما دايرين نص ولا ربع ولا خمس، دايرين بلدنا كلها، حكومتنا كلها، سلطتنا كلها، نقدر نعمل برامجنا كلها. جميل. طيب انت تحدثت ايضا عن الامن والاستقرار، ودي معضله كبيره جدا الان قد تواجه حتى مواجهه حتى الناس اللي موجودين في السلطه. عندنا معارضه عنيده مسلحه موجوده خارج الوطن وداخل الوطن، عندنا حكومه ايضا علي سامعني اعنت من المعارضه. سامعك يا دكتور انور. الامن والاستقرار، كيف حتستطيع تحقق الامن والاستقرار لابناء جبال النوبه، لابناء مناطق دارفور، لابناء النيل الازرق؟ كيف حتستطيع ان تخلق سلام في ظل تعنت بتاع معارضه وحكومه، وفي ظل يعني عناد شديد؟ كيف حتستطيع انك تخلق من كل التوتر اللي حاصل بين ابناء الوطن سلاما يافعا في هذه المناطق حتى ينعم انسان هذه المناطق بالامن والامان؟ والله يا اخي طبعا الموضوع ده يعني موضوع هو معقد وشائك، لكن ممكن وقابل للحل، وانا افتكر انه بيتحلى. لانه قبل كده حصلت مصالحه، مثلا في 72 حصلت مصالحه في السودان، وقفت الحرب لفتره يعني، ما كان في اي حرب ولا بتاع يعني، السودان ده كان يعم بالامن والاستقرار. ابناء السودان في جنوب في النيل الازرق، في جنوب كردفان، في جبال النوبه، في دارفور، في الشرق، كلهم عندهم مطالب وقضايا حقيقيه. الحكومه ما تتعامل معهم بتعنت، الحكومه ما تتعامل معهم بتعنت، ولا تتعامل معهم باستعلاء، وما تفتكر انه والله يا اخي الناس ما عندهم مطالب يعني ليجيتيميت وجنوين. الناس دي من حقهم انه يعيشوا حياه كريمه كمواطنين سودانيين بيتساووا في الحقوق والواجبات مع كل الناس. عندهم ممثلين، عندهم ناس يعني يضطروا لما ما لقوا انه اللغه بتاعت الكلام بيني وبينك السيدي الحوار دي ما بتنفع، يضطروا انهم يشيلوا السلاح. انا بفتكر انه الناس دي كلهم الناس ممكن تقعد في الواطه دي. يا اخواننا نحن دايرين شنو؟ هدفنا شنو نحن؟ ما كل زول انت شايل سلاح وانا شايل سلاح، هدفنا شنو في النهايه؟ نوحد الهدف بتاعنا. احنا لو وحدنا الهدف بتاعنا اي حاجه ثانيه بتبقى زي ما يقولوا تفاصيل بتاعت وصول للهدف ده. يا اخي انت هدفك انه والله المنطقه دي تبقى يعني فيها تنميه وفيها سلام وفيها رخاء وبتاع، وانك انت يحق لك التنقل وتمشي اي حته والبلد دي كلها بلدك وانت مواطن من الدرجه الاولى والى اخره، يا والله انزهتي ده الكلام ده. ما اظن بعد كده ممكن يكون الاثنين احنا هدفنا واحد وماشيين في اتجاه واحد ولا بتاع، ممكن برضه يشيل السلاح ونطقطق بعض. ما في السلام ده قبل كده اتحقق في دوله كوستاريكا لدرجه انه استغنوا عن الجيش، بقى ما في جيش ذاته. شفت الكلام ده كيف؟
جميل. كوستاريكا بقت فيها ثقافه اسمها البورافيدا، اكثر شعب في مؤشر السعاده، اكثر شعب سعيد في العالم. عشان الناس لا تقول امريكا، لا تقول لي النرويج، اكثر شعب سعيد في العالم هو شعب الكوستاريكا. وشعبي كان يعني عنده حروب طاحنه وبتاعه وكل الكلام ده وقفه. فانا بفتكر ان عندنا فرصه بتاعتي انه نحقق سلام حقيقي، ما سلام بتاع رشاوي سياسيه. اللي بيحصل هسه حاليا انه يعني الحكومه بتاعتنا دي عملت خبره طويله جدا في فريق تسد ديفايد اند كونكور. انا الليله جيت الحزب الفلاني ده رفاوضه، بيقوم يشوفوا زول من ناسيبه هناك يغشوه، يدوا شويه قريشات يعملونا جسمين، يدخلوا ذاك مع الحكومه، وانا بجاي اكون قاعد في المعارضه ولا قاعد شايل سلاح. الحاجه دي احنا ننتهي منها، لانه الحاجه دي مضره بالوطن، مضره بابناء البلد، مضره بالاجيال الجايه. احنا الناس لازم تكون على قلب رجل واحد على اساس انه تمشي لقدام. يعني ما ممكن يكون طوال كده في حاله فرقه حتى يعني انك حتتعاون ما ممكن فبتتحلى مساله وقف الحرب نمره واحد، تحقيق السلام نمره اثنين. اعتقد انهم يعني اتينبل، يعني جدا جدا ممكن نعمله، ما في كلام. وما جميل. في زول، ما في مواطن سوداني حتمشي له في كل انحاء السودان. جميل دكتور انور، ده بيقودنا لحديث وسؤال عن شيء كان سبب طبعا وهو انفصال جنوب السودان. رايك في انفصال جنوب السودان؟ ما بيعني معهم شنو اذا كان هم ابناء وبنات بلدي؟ يعني ديل مني وفيني انا، ده ما بيعني معهم شنو دكتور انور؟ قديم وفي شريحه كبيره من هل جنوب السودان ده كان واحد من اسباب انفصال الحرب اللي كانت دايره فوق؟ شنو رؤيتكم كانت او رؤيتك كانت لجنوب السودان او رؤيتك له حاليا او رايك في انفصال جنوب السودان عموما؟ طيب انا طبعا كنت في كوريا الجنوبيه، كنت طبعا في الدكتوراه في اثناء الاتفاقيه بتاعت نيفاشا، وبعد ذاك المساله بتاعت الاستفتاء تقرير المصير، وبعدها كان اللي هو التقرير بتاع الانفصال. انا بالنسبه لي كان واضح جدا 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 انه ما في رغبه بتاعت استمرار بتاعت جعل الوحده جاذبه على اساس انه الجنوب والسودان يعيشوا في 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 هارموني مع بعض. كان واضح جدا الكلام ده. ليه؟ لانه مثلا الاستفتاء اللي اتعمل في اسكتلندا قبل كم سنه، الاستفتاء ده مؤجل عشرات السنين. يعني انا لقيت أليكس سالمون اللي هو كان الوزير الاول في اسكتلندا، وكان عزمنا لعشاء خاص في بيته لما جينا المؤتمر تيد 2013، هو كان من المتحدثين فيه، وهو زول انفصالي حتى انه قدم استقالته لما الاستفتاء قال انه اسكتلندا تظل جزء من التاج البريطاني، ما تنفصل لوحدها. انت لو داير فعلا الناس انهم يكونوا مع بعض، انت بتديهم فرصه بتاعت ياخذوا قرار بناء على معرفه وعلم ودرايه، مش بناء على عواطف وشحن عاطفي في انه يا اخي الشماليين ديل خاتين رجيلهم فوق رقبتنا وبتاع. يا اخي اي شمالي ثاني الحكومه دي مضطهداه. الحكومه دي يعني الحاجه الوحيده اللي كانت عادله فيها ولحد الليله عادله فيها اللي هو انه ظلمت كل الناس، ما خلت زول. لا تقول لي شمالي لا جنوبي لا شرقاوي لا غرباوي في السودان، كل الناس ظلمت. اي بيت بتلقاه وسي في زول بيشكي، الما زول معاشي بتلقاه عنده زول كتلوا له، الما زول هنا زول اضطهدوا له، الزول ما رفعوا من الشغل، كل الناس دي قاعده تشكي من الحكومه. فحكايه انه والله الحكومه بس خصصت للجنوبيين، انا بفتكر انه الكلام ده ما كلام اكيوريت، ما كلام دقيق. الحاجه دي كل الناس تساوت في الظلم، المفروض انه كل الناس تقف ضد الظلم بتاع الحكومه ده. الوحده بتاعت السودان، وحده السودان مهمه جدا جدا، وحده السودان اولا، لانه في وحده الناس قوتهم. يعني اذا كان الاتحاد الاوروبي كم 20 دوله ولا كم دوله مع بعض، احنا قدر مثلا عندنا عضلات اقتصاديه زي الدول الاوروبيه المانيا وفرنسا وايطاليا وبتاع، انه عشان نكون في اتحاد واحد. فده ما زمن التفتت، ده ما زمن التفتت، لكن طبعا كانت صفقه سياسيه، يعني صفقه سياسيه ودفعوا الناس ثمنها. شوفوا انه الليله يوم الليله ده احنا في شهر 7 2018 بعد 6 سنوات من الانفصال جايين اللي هو الرئيس ونائب الرئيس في جنوب السودان عشان عملوا سلام في السودان. سلام شنو هو؟ يعني سلام هو الحرب العمل منه اصلا؟ يعني انتوا كان مشكلتكم اصلا ده انه بس انه تنفصلوا من جنوب من 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 السودان ولا كده؟ ولا مشكلتكم انه كان تنمو البلد يعني وتتدل للمواطن السوداني
والجنوب السوداني الوعود اللي اديتوها له، الوعود بالانعتاق والحريه والازدهار والى اخره والى اخره. ونحن بجاي برضو في الشمال طبعا برضو الناس ادوهم وعود كده بتاعت انه هتخش الجنه وبتاع وهناي، يعني ناس عنصريين في السودان. انا بدعو لانه ابناء السودان في كل الاماكن يجي يقعدوا ويشوفوا شنو المصلحه بتاعتهم. كل الناس دي تقعد مع بعض، مصلحتكم شنو انتوا يا ناس؟ خلونا نعمل لمصلحه السودان. يعني ما المفروض انه مصير الناس يحددوا نخبه من السياسيين، خصوصا السياسيين اللي بيكونوا ما حاذبين على مصلحه الوطن. ودي اللي انا بقول لك كيف ما بنعرفهم حاذبين على مصلحه الوطن. يعني لما تلقى احنا في ظروف زي دي تلقى لك حكومه بتتبرع بمستشفى لدوله ثانيه في افريقيا، وانت بيجي هنا السراير بتاعتك والهاشتاج يعني فضح الحكومه بتاعتنا في انه يعني ما في صحه، ما في بنيه تحتيه للصحه في السودان، وانت بتتبرع بمستشفيات لدول ثانيه. فدي حكومه ما حد بعد مصلحه الولد، دي على مصلحه الوطن، ودي ما حكومه بتمثلنا، دي ما حكومه بتمثلنا انا ده انور في رايي. شنو في انه الجنوب يكون موجود ولا يطلع، انه دارفور تكون موجوده ولا تطلع، دي الناس شغالين شغل بتاع سمسره، ده ما شغل بتاع وطن. يعني جنوب السودان ده ما بنقدر نحمل فيه مسؤوليه الا الحكومه بتاعت الانغازي، ما في زول ثاني يتحمل المسؤوليه. من 56 استغلال السودان لحد 2005 السودان ده ما في، يعني الناس بتطالب بحكم كونفدرالي، بتطالب بحكم ذاتي الى اخره، ما في زول بيطالب بانفصال. جون قرق ده كان من اكثر الناس الوحدويين، يعني جون قرق ده كان بوتنشال رئيس بتاع السودان، يعني من افضل الرؤساء الافارقه، من افضل المناضلين الافارقه. يعني عشان تعرف انه برضو يعني احنا خسرنا كيف، احنا خسرنا كثير جدا جدا جدا. يعني جميل، نمشي للصحه والتعليم يا دكتور انور. التعليم تدهور، ويمكن ناس كثيرة قالت خلاص، يعني أصبح لا صحة ولا تعليم يا دكتور أنور، بقى ما عندنا. مشروعك للصحة والتعليم شنو؟ الصحة والتعليم دي مشروعك ليهم شنو؟ هل هنرجع نتعلم مجانا؟ أبنائنا حيجي يدرسوا مجانا من غير قروش زي ما كان درسوا الناس زمان، زي ما درسوا أخواننا الكبار في الجامعات؟ طبعا نعم، والله طبعا انا ما اعرف الافكار بتاعت الحكومه الحاليه دي عن التعليم والصحه جابوها من وين، لكن هي افكار شريره وطماعه. نعم تفضل. يعني الناس حاليا في الحكومه ديل كلهم قروا على حساب السودان، وبتم ابتعاثهم يعني خارج السودان، قروا في افضل الجامعات البريطانيه والامريكيه وغيره، وجوا راجعين بنظريه انه ان احنا طلعنا من اللوضه دي حنكفي لو نشيل المفتاح نجدعه في البحر، ما في زول ثاني يجي داخل ورانا. نظريه بتاعت انه التعليم المفروض داخل البص العفش على مسؤوليه صاحبه. يعني وبقى في المدارس الحكوميه بقت في حاجه اسمها الفصول النموذجيه، بتخش انت بالواسطه وبتدفع قروش والى اخره. الكلام ده ويتعامل طبعا السياسه بتاع التعليم العالي اللي هي فيها تعريب المناهج وعدم وجود بنيه تحتيه مناسبه وتوسع افقي في التعليم من ناحيه يعني بتاعت كوانتيتي اوفر الكواليتي، يعني من ناحيه كميه من غير النوعيه. ودي مصيبه كبيره جدا جدا، يعني بقى الخريج بتاع الجامعه نعم المستوى بتاعه اقرب لخريج الثانوي زمان، وخريج ال اللي يسمونه ده البكالوريوس، خريج الماجستير زي خريج البكالوريوس وخريج الدكتوراه الى اخره. فبقى في تضخم في الشهادات الاكاديميه والشهادات العليا، وكل زول دكتور منو وبروفيسور منو، وما في انتاجيه في النهايه. انا بتذكر في واحده من الاحصائيات مجلس الوزراء مطلعه قال انه والله انتاجيه الموظف السوداني ما عارف كم دقيقه، يعني محسوب بالدقائق. طبعا كنت بسال انه يعني انتاجيه مجلس الوزراء ذاته كم، خليك من الهناي. فالتعليم وربطه بسوق العمل والتوظيف والى اخره والمقاصد الكليه بتاعت الدوله، يعني الاستراتيجيه بتاعت الدوله وكده، دي واحده من الحاجات الاساسيه اللي لازم الناس ترجع عليها. ان احنا في امتحان بتاع البيزا اللي هو The Program for International Student Assessment ده عامله منظمه التعاون الدولي والاقتصاد. المنظمه دي الامتحان ده بيمتحن الناس في العلوم،
في الرياضيات وفي الحاجات الإبداعية، في المهارات الإبداعية وحل المشاكل في صورة بتاعت مجموعة. والامتحان ده أن إحنا لو جيبنا والليلة أخضعنا الطلاب اللي امتحنوا شهادة ثانوية الليلة ديل ونتائجهم ظهرت وشوفنا النتيجة، هتكون نتيجة طبعا مدهشة جدا جدا، لأنه التعليم في أكثر الأحيان بيكون كمي ما نقدي ما كيفي. وبالتالي نحن عندنا مشكلة كبيرة جدا في هشاشة البنية، هشاشة البنية بتاعت الشخص المتعلم ولا كده. يعني الزول ده هو شاطر بيقدر يحصل زي ما قال أحمد شوقي، قال وكم من نجيب في تلقي العلوم تلقى الحياة ولم ينجبها. ما في عندنا ناس شطار وبتاع، لكن السلوكيات فيها مشكلة، السلوكيات فيها مشكلة. فنحن بالنسبة للتعليم، التعليم هي مجانا لكل الناس. قولوا لي ليه أنا ده أدفع لأولادي أنا ده في مدارس خاصة 100 مليون، وده ناس أنا بعرف ناس أسي كتار جدا بيدفعوا الكلام ده 100 مليون، لكن المدرسة جنبيتنا الحكومية دي ما أدفع لها 1 مليون. ليه أنا أدفع لمدرسة بتدفع للأستاذ مرتب 10 مليون وما أدفع لمدرسة بتدفع للأستاذ 600 جنيه أو 700 جنيه؟ ليه أنا ما أدفع لأنه يتأهل الأستاذ ويبقى أفضل؟ تاني حاجة، الحكومة بتاعتنا دي الميزانية بتاعتها للتعليم وللصحة عبارة عن فراكشنز، يعني عبارة عن كسور لما تقارنها أنت بميزانية الأمن والدفاع. وينو الأمن وينو الدفاع؟ هسه حاليا احنا بلدنا فيها جزء من الاراضي بتاعتها محتله، محتلين المصريين الليله دي في اللحظه اللي بيتكلم فيها دي. ها وين الامن وين الدفاع؟ طيب جميل، ده يبقى بالتالي احنا الميزانيات دي حتتحول، هيحصل فيها شفل. هتشيل الميزانيه بتاعت ناس امن ودفاع وجوطه وتسليح والكلام ده كله، تشيله توديه للتعليم وتوديه للصحه، او بالترتيب توديهم للصحه وتوديهم للتعليم. طيب 1 2 3 شنو خطوات عملية ما تكونوا في رئاسة الحكم في السودان؟ شنو الخطوات العملية؟ ما سمعتك، عفوا. الحاجات العملية للتعليم للصحة والتعليم شنو؟ 1 2 3 4 هتعمل للصحة والتعليم في السودان؟ يعني المضاعفه بتاعت الميزانيات بتاعتهم دي حاجه طوال مباشره على اساس انها تكون تتماشى مع المعدلات العالميه. النظام بتاع التامين الصحي، كل مواطن سوداني المفروض انه يكون مغطى بالتامين الصحي. والتامين الصحي لما تمشي انت لمستشفى تتعالج تلقى الاخصائي وتلقى الطبيب العام وتلقى الممرضه، تلقى الناس دي كلهم قاعدين، تلقى الادويه وتلقى الحاجات كلها قاعده. والقروش في زول حيقول لها هجيب لهم قروش من وين؟ أنا بقول لي يا أخي العربات الموجودة في القصر الجمهوري والوزارات والبتاع دي قاعد تجيب القروش من وين؟ ما هو لو في قروش قاعد يأكلها زول، القروش دي قاعد يأكلها خصما على خدمة بتاعت مواطن تاني. أن إحنا بإعادة ترتيب الحاجات، بإعادة بمكافحة الفساد، القروش في قاعدة في السودان، ما في حاجة محتاجينها من برا. بالمناسبة الناس أسي القربة مقدودة، يعني أسي أنا لو شلت 20 مليار وديتها ميزانية السودان دي ميزانية بتاع السنتين، القروش دي في ما في وقت ما حتلقاها. ليه؟ لأنه الميليشيا الفلانية شالت منها، والجهاز الفلاني شال منها، والفصيل الفلاني شال منها. ما هدول كلهم قاعدين فاتحين خشوم، ما لأنه ما في سلام مستدام، ما في بنية بتاع الدولة قاعدة. في دولة وفي دولة عميقة وفي دولة بتاع في كل وزارة في وزير وزير دولة وما أعرف شنو بدأ. وبعدين تلقى في منصب اسمه معتمد في رئاسة الجمهورية. أنا المنصب طبعا نفسي أعرف الجوب ديسكريبشن بتاعه شنو، يعني شغله شنو معتمد في رئاسة الجمهورية إلى آخره. فالميزانيات موجودة والخطط للكلام ده إنه يتنفذ موجود. طيب كلامك ده هو باعتباره شكله انتقاد لشيء حاصل والوضع الحاصل عندنا في السودان في الصحة والتعليم. اللي حابين نسمعه كلام ده سمعناه كثير من نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، من إعلاميين، من صحفيين، في مقالات موجود، وكله بينتقد لنا الحالة اللي موجود في السودان، بينتقد لنا إنه والله نعمل كذا ونعمل كذا. عاوزين نحن نعرف 1 2 3 مثلا، قول لي هنقوم نزيد مرتبات المعلمين، هنقوم نوقف تراخيص المدارس الخاصة عشان نهتم بالمدارس الحكومية، هنقوم نشيل المدارس بخترض الضمان نعيد تأهيلها. قول لي نحن والشعب ده هنشوف شنو،
حنشوف شنو 1 2 3. يعني كلامك الان ثيوري في انه والله يا اخي ده الحال بتاعنا ودي مشكلتنا، لكن احنا الحل شنو؟ الحل اللي انت اطرحه لنا. طبعا انا مبسوط جدا يا علي انك انت اسفي قلت لي يا اخي ورينا خطوات عمليه 1 2 3. قمت انت براك قلت 1 2 3. انا دار اسالك، هل 1 2 3 ذكرتها انت دي حل؟ توقف التراخيص بتاعت المدارس الخاصه، تدمج المدارس الحكوميه، هل دي حلول؟ تفتكر انها حلول ناجعه؟ تضرب تبعها مثلا؟ انا ضربت بها مثلا، انا كواحد من الشعب بشوف انه المدارس الخاصه طيب نعتمدها ما بيها اكثر من المدارس شنو؟ الحكوميه. ما هو في النهايه يا علي الموضوع ما عباره عن امتحان. انا ما بفتكر نفسي انا قاعد هنا في امتحان، انا قاعد هنا ده في مكاشفه. يعني قاعد منفتح لانه ما لانه الدوله بتاع الجبايه، ما هو الدولة بقت بتاع الجباية. عندك انت مليون عاطل قاعدين في الوزارة وقاعدين في البتاع، والوزير نفسه تلقاه ما بتاع تعليم، يعني ما وزير كارير، وزير سياسي، زول ما لقوا له منصب قام يدعوه في وزارة التعليم ولا كده. بالتالي العملية التربوية والتعليمية ومخرجات التعليم دي اصلا ما في مخيلته، ما موجودة. الزول ده بعايل للمدارس دي عبارة عن غنايم، وداير يحصل منه على اكبر غز من القروش، بيحاول انه ينتقم من الناس الموجودين هناك. في نفس الوقت طبعا لازم يحافظ على حظوته انه اولاده يكونوا موجودين في المدارس الكويسه وكده من غير ما يدفع. فبالتالي لازم يشجع وزير زي ده، لازم يشجع انه تكون في مدارس خاصه، ما مدارس حكوميه، لانه هي اللي بتجيب له الدخل للوزاره بتاعته، هي اللي بتدفع له النسريات بتاعته، تدفع له ولا الحاجات زي دي. ما هو ما في زول بده ميزانيه، الميزانيه بينك عشان الامن والدفاع والجيش والى اخره. فيبقى كلامك اللي قلته ده، دي خطوات عمليه جدا ممكن نعملها ونتبناها، ما في كلام. بعدين ان احنا نخط الزول المناسب في المكان المناسب، ده جزء من مكافحه الفساد اللي احنا دايرينها. وضع الزول المناسب في المكان المناسب ده بيوفر لك ميزانيات كبيره جدا جدا. الاتحاد السوفيتي بجلاله قدره في 89 انهار لانه كان عنده زول بتاع اتش ار، زول خاين، كان بيشغل الزول الما مناسب في المكان الما مناسب. واحده من الحاجات اللي بفتكر انها لازم نعملها في بدايه الحكومه انه نجيب محترفين بتاعون موارد بشريه، بتاعون اتش ار، نقول له يا اخواننا تعالوا اعملوا لنا انترفيوز للوظائف الموجوده حاليا. ان احنا والله في وظيفه 3 4 وظائف ده نضمهم في زول واحد، شوفوا لنا هل الناس الموجودين ديل نفسهم يعني بيقدروا يديروا الحاجه دي بالطريقه الجديده دي باستخدام التقنيه ببتاع. يعني زي ما قال لي واحد، قال لي في زول وظيفته الفول تايم جوب بتاعه انه يشيل الدمغه ويلصقها، ده زول بياخد مرتب وعنده معاش والى اخره والى اخره. ما معقول يعني في دوله في 2018 الليله انت داير الناس تمشي تشتغل في الزراعه، تشتغل في الرعي، تشتغل في الانتاجيه، تشتغل في التصنيع، في الصناعات التحويليه، تشتغل في الصناعات الحديثه، في التكنولوجيا، تشتغل في البرمجه، تشتغل في التسويق عبر الانترنت، تشتغل في كل الحاجات، في مجالات كثيره جدا جدا. لكن الطريقه بتاعت الدوله بتاعت انه يا اخي في مؤسسه واحده يكون مثلا في 500 فراش، في هنا انت ممكن تجيب لك مكنه ولا مكنتين ولا ثلاثه وتشتغل بهم بتاع. والفراشين ديل تديهم فرصه بتاعت استثمار كمواطنين ومن حقهم. يعني احنا ليه بنعامل الزول اللي بيجي من برا شايل له ريالات ولا دولارات ولا بتاع ده، بنعامله كانه هو الزول الجاي منقذنا؟ يعني ليه مواطننا السوداني ده لو انتج يعني ولا 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 قال داير 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 يعمل اسمه شنو ده، داير يعمل استثمار بتاع مزرعه ولا بتاع حاجه، نحن نوقف له 500 الف عقبه، وما في بنك يضمنه، وما في بنك يموله، وما في زول يديه تراكتر ولا غيره. الكلام ده ما مواطننا. الحاجه اللي بيعملها هنا بنتيجي هنا ده بناكلها نحن ونشربها نحن وبتاع، في مقابل انه يجيك مثلا زول ثاني يشيل الحاجه الجمل بما حمل وياخذ مويتك وواطاتك ويجيب عماله. يعني مساله جميل. فيها الدوله ما بتتعامل باحترام وبكرامه مع مواطنينا. الكلام ده كله لازم ينتهي. والزول بتاع الاتش ار هو اللي بيحدد لنا، الزول بتاع الموارد البشريه انه منو الكفؤ لانه يكون في الوظيفه دي. والوظيفه دي المفروض يكون فيها كم نفر؟ يعني حكايه انه والله وزير دوله ووكيل ومدير عام وزاره، ده كلهم في شنو؟
كويس. قبل ما نفتح الباب للناس اللي بتشاهد فينا انه يتصلوا ونسمع لاسئلتهم ويطرحوا اسئلتهم لك مباشر، انا دارت حرب الحته لانه الانترنت بيقطع شويه عندي. جميل. لو عاوز تتحرك قبل هنفتح الباب للناس انها تتصل وتوجه اسئلتها مباشره وهو يرد عليها، ولكن حافظوا لنقطتين مهمتين عندنا القوات المسلحه وعندنا النظام الدستوري عندنا في السودان يا دكتور انور. خليك لحد ما تكون في حته سامعنا كويس ان شاء الله اذا تحركت من مكانك. بالنسبة عندنا في السودان القوات المسلحة، القوات المسلحة دي هي الزراع القوي لحماية هذا الوطن. كثيرين بيروا انه تم اضعاف القوات المسلحة. انا متحرك هسه على اساس نعم لحظة هنفتح الباب حتى الناس انها تشارك باسئلتها للمرشح مباشرة حتى انه يجاوب عليها ونسمع لأسئلتكم مباشر، ولكن ليس الآن بعد ما القوات المسلحة هي الزراع القوي. ده سمعته أنا. كيف قواتنا المسلحة هي الزراع القوي. كل دولة بتهتم بقوات المسلحة في إنه تقوي القوات المسلحة لحماية الوطن، ولكن ما تم عندنا في السودان تم إضعاف القوات المسلحة. الكثير بيرى إنه القوات المسلحة دي تم إضعافها. قاموا عملوا أنا بس السؤال بتاع القوات المسلحة والزراعة قلت شنو؟ تم خلق أزرع مساوية للقوات المسلحة. كان هنا في الدفاع الشعب عندنا الدعم السريع، عندنا ما بعرف تاني شنو كويس. نعم. الأزرع دي في ظل تصوركم للقوات المسلحة، هل سيتم إنهاء عمل هذه الأزرع؟ نعم. والعمل فقط مع القوات المسلحة كهي الجهة الشرطة الشعبية وعندك أي؟ نعم مظبوط. شنو انتم رايكم في الازرع العسكريه اللي قامت موازيه والراتب الواحد فوقهم اعلى من راتب الشخص اللي موجود في القوات المسلحه اللي هي مفترض منوط بها حمايه الوطن وهي اللي مفترض تتولى المهام؟ الحاله في السودان يا علي صحيح. طبعا الوضع في السودان استثنائي غير طبيعي. يعني احنا بدايه من الموقع بتاع رئيس الجمهوريه، الرئيس بتاعنا احنا ما عنده حريه حركه، ما بيتحرك زي ما هو داير لانه عليه تهم بتاعت محكمه الجنايات الدوليه. لذلك احنا مصلحتنا كمواطنين سودانيين انه الرئيس ده يمشي، يعني على اساس انه احنا ما نكون قاعدين رهينه كبلد كوطن، نكون قاعدين في حته بغض النظر عن محكمه الجنايات والله عباره عن معول بيستخدموه مخلب قط للقوى الامبرياليه وانه امريكا هم موقع على عقد الجنايات. خليك من الكلام ده، لو في اي حاجه بتعطل الرئيس البلد اللي هو اعلى منصب في البلد انه يعمل اي حاجه ان شاء الله يمشي من هنا للوضه دي، لو في حاجه بتعطله المفروض طوالي يستقيل ويتنحى عن السلطه. دي بحاجه ما دايرينها. ليه؟ لانه الزعيم الحقيقي هو الزعيم اللي بيضحي بنفسه من اجل شعبه، مش كده؟ المهم بالنسبه للقوات المسلحه، الوضع ما طبيعي في السودان، الوضع ما طبيعي. في كميه بتاعت ميليشيات وفي كميه بتاعت سلاح وتسليح حصل في 30 سنه اللي فاتت دي، ودي حاجه ان احنا ما المفروض انه نخليها تتواصل باي حال من الاحوال. لو احنا دارين سلام ودارين امن ودارين بلد يكون فيها تنميه ورخاء، القوات دي كلها تخضع للقوات المسلحه السودانيه. القوات المسلحه السودانيه هي لا تتدخل في السياسه ومهمتها حفظ الدستور بتاع البلد وحمايه الحدود. ما عندها شغله ثاني، ما عندها قصه ان القوات المسلحه يكون منسوبيه قاعدين في كل المؤسسات وزراء وبتاع وهنا. الكلام ده ما طبيعي. ده كانه الحياه كلها تعسكرت، والكلام ده ما صحيح، وده كلام ما بودي الناس لقدام. لانه كل زول فينا عنده وظيفه وعنده مهمه وعنده فهم بيقدر يديه للدوله دي. لو في زول واحد عامل فيها انه فاهم كل شيء، الزول ده كذاب، ما هيودينا لقدام. فبالتالي الخبراء العسكريين بيقول لك انه الجيش يكون جيش واحد وقوي، تمام، لحد ما احنا ذات ان شاء الله لقدام ما نحتاج للجيش. ان شاء الله لقدام ما نحتاج للجيش. في دول كثيره ما عندها جيش واموره طيبه يعني. لكن هسه في الوقت الراهن ده الاجابه المباشره لسؤالك انه القوات المسلحه السودانيه بالقياده بتاعت الاركان بتاعتها وغيره وغيره، دي هي الحته الوحيده المفروض الناس تكون ريبورتنج لها، اي زول شايل سلاح في ما يخص الجيش والقوات المسلحه.
يعني حيتم تسريح القوات دعم سريع على شرطة شعبية على دفاع شعبي، يعني سيتم حل هذه القوات إذا تم ترشيحكم لرئاسة السودان. المجلس العسكري وزير الدفاع هو اللي بيقرر الكلام ده، لكن انا بقول لك كفكره مبدئيه، كفكره مبدئيه في البلد بيكون في قوه واحده، يعني السلطه دائما بتحتكر العنف، يعني حمل السلاح بيكون عند الحكومه ما عند اي زول. والكلام اللي حصل عندنا في السودان ده كلام استثنائي، كلام ما طبيعي، انه في 500 ميليشيا وكل زول شايل سلاح، وفلان ده والله قوي، وفلان ده عنده ولاء للرئيس، وده ما عنده ولاء للرئيس، ده كلام فارغ ده. يعني المفروض انه الحياه بتاعت المواطن وامنه وسلامه ما بيكون عرضه لانه والله فلان ده مزاجه كويس ولا ما مزاجه كويس. في قوانين وفي نظم بتحكم الحاجات دي، في النهايه الناس كلها موظفين، ما في زول عنده زي ما بيقولوا مولود في راسه فيه قرنين، الناس كلها مواطنين سودانيين. حكايه انه والله انا بسلاحي ده وبدراعي ده بضربك وبتاع، ده كلام طبعا عفى عليه الدهر يعني ما في. ونحن ديل كمواطنين سودانيين ما المفروض انه نقبل اصلا انه يكون في حاجه زي دي، انه يكون عندنا قوات مسلحه ممكن تحارب برا البلد ما لمصلحه البلد او ما لقضيه بتاعت البلد. دي مشكله. المشكله الثانيه انه يكون عندك قوات مسلحه شغاله بال 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 بالوكاله لدول اوروبا في مكافحه معرفه الاتجار بالبشر وغيره وغيره وغيره. دي ما شغلتنا نحن، الداري الاوروبي الداري كافح اتجار بشر خليه يكافحه، ما شغلتنا نحن. عندنا اولويات، نحن اولوياتنا المواطن السوداني اكله وشرابه وصحته وتعليمه ورفاهه الى اخره، ما اولوياتنا انه والله الاوروبيين ما يجوا مهاجرين، ما لنا. لو في حاجه زي دي بقت في اطار بتاع اتفاقيات شفافه ومحترمه، اوكي تمام ما في مشكله. السودانيه الموحده القوات بتاعت البلد ككل تتمر وتحاسب كلام زي ده طبعا. وده ده الحاجه الوحيده بتخلي انه بعدين الناس الشايلين السلاح يحترموك لما تكون انت فعلا عندك زي ما يقولوا يد عليا على القوات بتاعتك الشايله السلاح، ما في تفلتات اي زول على كيف ولا كده، ما في كلام زي ده. ونحن الولاءات ما هو المفروض تكون ولاءات شخصيه، الولاءات للسودان، السودان وحده السودان اولا، وحده السودان اولا، وحده السودان اولا، ما في حاجه ما فيها لعب الكلام ده. جميل. نعم. طيب يا دكتور انور، نجي لدستور السودان. كثير الآن بينتقد دستور السودان، كثير من الناس بيرون دستور السودان ده ما مدي كل الإثنيات والأقليات والموجودة التمازج العرقي اللي موجود في السودان حقه في الدستور ده. هل سيتم إعادة صياغة دستور السودان؟ هل سيبقى دستور السودان كما هو؟ هل حتى انك تقضي على، انت في بدايه حديثك تحدثت عن العنصريه وتحدثت عن الوحده، هل تؤمن بان قصه الهويه وقضيه الهويه واحده من مشاكل السودان، من مشاكل السودان؟ والله طبعا انا هويه الدوله دي انا اعرف الناس ما قادرين، يعني ما قادرين زي ما يقولوا يتفاهموا معاه ولا يتعاملوا معاه بصوره مباشره. ليش؟ ما السودان دوله سودانيه، الكلام ده قالوه يعني ناس كتار جدا جدا. انا بتذكر دكتور جون جورن كان السودان دوله سودانيه، السودان دوله سودانيه، دي ما حاجه دايره لها زي ما يقولوا دارز عصر. انت ممكن تكون جذورك في مكان الامريكي، مواطن امريكي بتساله انت وين، بيقول لك انا والله من المدينه الفلانيه ولا الولايه الفلانيه، ما في حكايه انا والله من القبيله الفلانيه ويرجع اصلي لمن ولا بتاع. ثم ثانيا يا اخي في دول بالمناسبه يعني اتخطط الحته دي تماما، زي جيراننا هنا ده يعني، ومشوا يعني موضوع الهويه ده، بقت قصه مثلا مصر فوق الناس كلها، دي حاجه المصريين خلاص يعني تعدوها ومشوا منها قدام. نحن شنو اللي بيخلينا لسه انه والله يا اخي انا ابوي جده ما عارف منو ولا
ولا حبوبتي قدامنه، الكلام ده لن يغني عنكم من الله شيئا. اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال له الله سبحانه وتعالى امر وقال له وانذر عشيرتك الاقربين، اقرب الناس اللي انذرهم اول مش الناس البعيدين. فالمساله بتاعت انه والله يا اخي في زول عنده زي ما يقولوا نجمه زياده لاصوله ولا بتاع، الكلام ده ما في دولتنا. الدستور طبعا بيخطه المشرعين، بيخطه البرلمان. و نعم الدكتور أنور شكله كده. نعم. أنا بناشد الناس كلها إنها يعني ترشح زي ما بقولوا دستوري اسمهم شنو ده المشرعين. نعم طيب جميل. الناس ترشح تشريعيين. نعم. انت اللي بترشحهم، الناس البرلمان ده اللي بترشحهم انت كمواطن، زي ما بترشح رئيس الجمهوريه بترشح برضو التشريعيين. انت ده ابقى حريص انه التشريعيين تجيبهم ديل تشريعيين يعملوا دستور بيعبر عنك. يعني ما تجيب لك اي زول، الزول اللي حينزل في دائرتك ده عشان يخش البرلمان، الزول ده اتاكد تماما انه حيمثلك بعدين في الدستور اللي انت دايره. جميل. الرئيس ما بيتدخل في الدستور. طيب دكتور أنور، نحن عشان ندي فرصة للناس اللي بتشاهد، لكن أنا هويتي سوداني، أنا ده جميل. أنور هويتي سوداني، السودان دولة سودانية، ده الكلام الأول والأخير عندي. كويس جميل جدا. نحن عشان ندي فرصة للناس اللي بتشاهد فينا، رقم واتساب وإيمو اللي حاب يطرح سؤال مباشر للدكتور أنور قبل ما نمشي لقدام في نقطة تانية ونتحدث معه في نقطة تانية، نستمع لأسئلتكم. الحاب يتصل نسمع لسؤاله مباشرة، ياريت ماهر عبد أبو لقمة بتشاهد فينا وأحمد حسين أكتبوا الرقم الهاتف للناس اللي بتشاهد فينا حتى إنه توجه سؤالا مباشرة ويسمع المرشح دكتور أنور عن حملة الأمل لانتخابات 2020 حتى إنه يرد على تساؤلاتكم. الرقم الهاتف موجود في الصفحة يا أخوانا، موجود هنا عندك في الرابط اللي تحت، اللي حاب يتصل حتى إنه نسمع مباشرة لسؤالكم ومداخلاتكم عن الطرح الطرح. والناس اللي دخلت يا داب في بداية الحلقة عرف عن نفسه يا إخواننا، عرف عن نفسه كم سنة مولود وين، الكلام ده كله عرفه. الناس اللي دخلت متأخرة ولقت اللايف شغال عشان ما نرجع لبداية الكلام ده. طيب السلام عليكم. عليكم السلام. أنا ما سامع في زول بيتكلم معانا، شخص في الخط. السلام عليكم اللي معانا في الواتساب. عليكم السلام ورحمه. مرحبا بك، منو معانا؟ معاك عبد الرسول احمد حسين. مرحبا عبد الرسول احمد حسين. عبد الرسول احمد حسين معانا المرشح عن حمله الامل لانتخابات 2020 دكتور انور. انت سمعت جزء من مشروع الانتخاب للسودان ورأيه في بعض القضايا، تعليم وصحة وفساد وقوات مسلحة وغيره، رأيك وسؤالك للمرشح. طيب شكرا على هذه المشاركة وعلى قناتك الزول والطيبة. فبالحقيقة يعني بشكرك انت انه قد لميت الشباب كله في صفة واحدة انه تناقش في مواضيع مهمة زي دي. فأنا بس عندي سؤال بالنسبة لأخونا دكتور أنور. نعم. سؤال هو موجه عليه هو، في هناك طبعا جزء من المقاطعات بتاعت السودان لا يوجد فيها موية ولا يوجد فيها مدارس، فكلنا عارفين في منصات التواصل الاجتماعي. نعم. فشنو هو يعني تقديمه للناس اللي يعني حتى ناس بياكل شجر، فاليوم الناس بياكل شجر يعني هذا الكلام بتصدق طبعا ما في هذا تصدق بيكم يعني، فدوره شنو انه الناس دي يقدروا يحصلوا عليهم اوضاع انه يعيشوا حياه يعني كنفس الناس اللي عايشين في المدن يعني. جميل جدا جدا، شكرا لك، شكرا لاتصالك عبد الرحيم، شكرا لك. طيب الاخ المتصل بيسال عن الفقر في مناطق فقيره، في مناطق مع الخير فيها لكن فيها ناس قال لك بياكلوا صفق الشجر حتى اللحظه. انت ذكرت قبيل عنك محاربه الفقر، القضاء على الفقر. نعم. قلتها كده، القضاء على الفقر. فديل ده سؤال جاي منهم، كيف حتقضى على الفقر ده الناس اللي نعم. في ولايات السودان المختلفه ومدن السودان المختلفه؟ طيب
طيب طبعا في كان مفكر يعني افريقي يتكلم على انه المشكله بتاعت افريقيا بصوره عامه والسودان من الدول الافريقيه المشكلة بتاعت تطبيق معرفه ما مشكله بتاعت موارد. يعني انا عشت في كوريا قاعد في درمان والمويه بتقطع وقاعد في مدن كثيره قريبه للنيل وقريبه للناي وما فيها مويه. في بورسودان انا اتولدت وعشت 40 سنه ما في مويه. المساله دي مساله بتاع تطبيق معرفه، وتطبيق المعرفه الحامي والان من انه يحصل في السودان والفساد. انا بفتكر انه الموارد موجوده لكن ما بتتوفر للناس لانه في فساد. لو قضينا على الفساد كل حاجه بتتبقى. لكن اسي الزول اللي اتصل ده الاخ اسمه منو؟ عبد الرحمن تقريبا يا علي. نعم تقريبا عبد الرحمن. عبد الرحمن يا اخوي عبد الرحمن خليك من رئاسة الجمهورية سنة 2020. انا زول خدمي، انا زول بحب خدمة الناس وحب العمل التطوعي والخيري جدا جدا. خلينا اسي نعمل مبادرة ليه. نعم. يكون في اخو ولا اخت في سودان هذا الليلة واسي في اللحظة اللي بيتكلم فيها دي بياكل شجر ليه يا اخي؟ ده حرام علينا. نحن احنا بنقدر نعمل في الكلام ده حاجه. اسف في اللحظه دي اللي بتكلم معاك فيها دي. نعم. لو في بير المفروض تتحفر، لو في زراعه المفروض تتزرع، لو في اغاثه المفروض تمشي، الكلام ده اسي دي نشتغل فيه. ما نخليه لحد 2020. ليه زول فينا يكون يا اخواننا جايع ولا محروم اسي دي وقاعدين احنا بنسمع نتكلم في السياسه؟ الكلام ده ما بينفع. طوالي نشتغل في الكلام ده اسي دي. انا بقول لك انه طوالي نبدا في الموضوع ده. جاء حمله بتاع التبرعات، احنا اشتغلنا في نفير. النفير ده من الثقافات السودانيه الراسخه. انت ما تخلي زول ذاته انه يقعد يكلمك في السياسه ليه بعدين؟ اسي طوالي تقدم طلباتك طوالي. ونحن السياسه بتاعتنا ما المفروض تكون بناء على الحمله الانتخابيه ولا ايام الانتخابات. نعم. السياسه بتاعتنا المفروض انها بتخدم المواطن 24 ساعه، ودي واحده من الحاجات اللي طرحنا في حمله الامل، انه في كل لحظه في حاجه المفروض تتعمل، يكون في كي بي ايز، يكون في مؤشرات بتاعت اداء. لو في اي لحظه المؤشر بتاع الاداء ده وقف ولا ما اشتغل، الناس طوالي تشيل الحقوق برا ولا تستنى ولا يوم واحد ماتي. ليه؟ انت ممكن تستحق، انت بتستحق الافضل، افضل من كده كتير ممكن تاخده. ليه ترضى بالقليل وترضى بالمهزله والكلام الفارغ؟ هسه يا اخونا عبد الرحمن اسدي عليك الله، ترسل لي عبر قناه الزول دي وانا موجود في السوشيال ميديا، نعمل مبادره اسدي. زول واحد في منطقتك ولا في اي منطقه في السودان ياكل شجر؟ ما في. ليه ياكل شجر يا اخي والناس الثانيه تاكل دجاج ولحمه وتاكل خضره وبتاع؟ ليه؟ ما ممكن. ما كلامنا ما مقبول. جميل. اخ المتصل يا ريت ارسل لي رقم الهاتف. يعني هل يا دكتور انور حتكون عندك اعمال ميدانيه طوالي قبل الانتخابات؟ يا دكتور انور حنشوفك في الميدان بانك والله تكون موجود مع الناس. اسمع هم شغالين. انا قبل اي طبعا يا اخي. يعني احنا اسي في اللحظه دي الليله يوم الليله دي عبد الرحمن يا علي، ان احنا ما شغالين في شرح التخصصات بتاعت الجامعه للطلاب اللي يخشوا الجامعه. ده ما قرار مصيري بيحدد مستقبل الزول. انا اخش طب ولا اخش هندسه ولا اخش اقتصاد ولا اخش اعلام؟ ان احنا ما يومنا كله شغالين الكلام ده اسدي عبر الانترنت. ان احنا من 200 ما قاعدين ليش يعني؟ يعني انا جاي قلت لك جاي عشان اخدم. دي اول حاجه بديت لك بها. انا دار اخدم بس قدر الخدمه الصغيره اللي بخدمها اسي. انا دار اخدم خدمه على مستوى البلد لانه الناس انا بقدر اخدم اكثر، وانا بقدر اخدم بنزاهه، ولانه بقدر اخدم بتنوع، وبقدر اخدم من حتات مختلفه، وعندي علاقات دوليه والى اخره. دي كلها اقدر اخدها سخيرة في خدمه الناس. لكن لو ما بقيت ينو الرئيس ما. نعم. في زول رشحني انا شغال بخدم. جميل جدا. طيب يا دكتور انور نسمع برضو مداخله ثانيه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. منو معنا؟ معك احمد علي عبد الله. مرحبا بك احمد علي عبد الله. من وين؟ طيب والله احنا نتمنى وسمعنا من اخونا انور ان شاء الله نتمنى على الناس تكون جاده في الموضوع وتكون الموضوع يكون مؤثر بجد بالنسبه للشباب. نعم. يساعدوا الراجل اللي يمشي لقدام، الموضوع يكون حقيقي. يعني احنا بصراحه كده في الفتره الاخيره التواصل الاجتماعي ادانا حاجات كثيره بدات تعكس الصوره اللي في ذهن الواحد. انت عارف اخونا علي انت متابع اكثر واحد تقريبا. نعم. بقت الموضوع الشفافيه ما في، يعني المواضيع اكثر بقت ما فيها المصداقيه. حلو؟ لكن نتمنى والله انه يكون الموضوع ده جادي. واخونا انور بعد ما تولد من السودان نحن نسب فيه مليون في المية. طيب معانا اسمك معليش، منو معانا؟ معك احمد. احمد. طيب يا احمد سؤالك شنو لدكتور انور؟ سؤالي الموضوع ده على ارض الواقع ولا موضوع يعني على ارض التواصل الاجتماعي؟ على ارض الواقع. على ارض الواقع بس.
جميل. يعني الموضوع حملته حتبدا 200 وحيبدا البرنامج 200، احنا عايزين نشوف شيء على ارض الواقع. كلامك جميل جدا جدا، شكرا شكرا لك، شكرا لك. برنامج وحاجات جميل. طيب شكرا لك يا احمد، الف شكر. الله يخليك، تسلم. طيب بقول لك، الله يديك العافيه. What is next؟ الخطوة الثانية شنو؟ حنشوفك من الميدان يا هو سؤالي صح؟ قلتك ليه؟ تمام، ممتاز. حتبدأ وحتكون الناس تشوفك على أرض. تمام، الميدان. طبعاً يا علي. نعم. شكرا لك يا أحمد، شكرا لك، وشكرا لك على التشجيع، وشكرا لك على التأييد. الحاجة المهمة جداً الناس تعرفها أن إحنا أخواننا بنغير في قواعد اللعبة السياسية في السودان. اللعبة السياسية في السودان شغالة بالنظام بتاع يوم الوقفة. لحد ما الانتخابات خلاص جات هندي. يا دوب تلقى الاحزاب تجري الرجل قدام ورجل ورا، يا رب نخش الانتخابات ولا ما نخش. احنا غيرنا قواعد اللعبه، احنا كمستقلين اعلنا انه الليله دي جاهزين نخش الانتخابات، لكن الانتخابات عندها بروسيجر، عندها اجراءات يعني. نعم. يعني اسي في قانون، مشروع قانون مشى من مجلس الوزراء وجيز للبرلمان. البرلمان لما يجيز يبقى ده قانون الانتخابات الجديد، بناء عليه بتتشكل المفوضيه. المفوضيه بتفتح الباب بتاع الترشح، احنا بنمشي نقدم ابلكيشن فورم، بنقدم استماره نملاها انه انا دار اترشح، وديل الناس المؤيديني من ولايات السودان. نعم. بعد ذاك بيتفتح باب الطعون في المرشحين، بعد ذاك بيطلعوا الليسته النهائيه كده. انت بتكون انت في ارض الواقع. قبل كده الشغل بتاعنا اللي بنعمل فيه ونحن اسي ده شغل بتاع اكتيفيزم، شغل بتاع انه اخوانا انا ده ناوي اترشح للرئاسه، ودي الحاجات بتاعتي، ساعدوني في الريفاينمنت بتاع البرنامج، خلوا البرنامج بتاعي يبقى بصوره افضل، خلوا البرنامج بتاعي يكون متعلق بيكم انتوا مش متعلق بي انا ده. يعني خليه يجي منك انت ده، لانك انت عارف المشكله اكثر مني، وخلينا نساهم في الحل كلنا بصوره جماعيه. فدي الاجراءات بتبدا بانه المفوضيه تعلن، تقول والله في انتخابات في السودان حتجي في سنه 2020، واي زول بيانس في نفسه الكفاءه اذا كان فردي مستقل زي حالتي انا ده ولا حزب. نعم. سياسي يقدم مرشحينه. لما نيجي الكلام ده بعد ذاك بتلقانا في ارض الواقع موجودين ومكاتبنا في كل السودان. ويا ريت يا احمد انت يكون عندك تكون ممثل يعني وموجود في مكتب من المكاتب، يعني سواء داخل السودان ولا خارج السودان. حاليا عبر الانترنت ما في جغرافيا بعدتنا، بالعكس احنا عندنا امكانيه بتاع التواصل افضل واجود من زمان. فليه لا، خلينا نتعاون كلنا مع بعض في انه ندي درس جديد. احنا الشعب السوداني بتاعنا ده ادى دروس قبل كده في الانتفاضه في 64 و85. نعم. ندي درس جديد في انه التغيير عبر الانتخابات بواسطه الانترنت، مدفوعا ومؤيد بالانترنت. طيب جميل دكتور انور، الناس يبقى منتظرينك تشوفك في الميدان. طيب معنا ثاني احد على الخط، عمر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحب بك يا عمر. الله يبارك فيك، احييك واحيي ضيفك العزيز. الله يخليك، تسلم. أنا يعني بقول في حاجتين. تفضل. في أشياء اثنين دي لازم تكون واضحة. أول شيء برنامجك ده المفروض يعلن. برنامجك ده بما فيه الرؤية السياسية. نعم. بما فيه الرؤية الاقتصادية. بما فيه الرؤية الأمنية. نعم. رؤيتك أنت الأمنية شنو؟ رؤيتك السياسية شنو؟ السودان دي تكون من كم ولاية؟ هل حكومات الولايات دي هتزال؟ هتكون في ما موجودة كل ولاية عندها حكومة؟ وجهه نظرك في الحاجات زي دي المفروض تتبين. دي واحد. رؤيتك الاقتصاديه، هل حنمشي على نفس النظام الراسمالي الحر ده، تحرير الاسعار، تحرير الحاجات زي دي حنمشي فيها؟ دي حاجات المفروض المواطن تطمئن لها. اول شيء انت توضحها للمواطن وتورينا رؤيتك انت شنو. جميل. عشان بناء على برنامجك بتجذب الناس. دي واحد. اثنين، امكانياتك على ارض الواقع شنو؟ انت يعني تلف في السودان ده ولايات كثيره، مدن كثيره. نعم. فيه احزاب في كل مدينه، في مدينه تلقاها يعني مرسمه بالاحتراف لحزب معين. نعم. لازم تخترق المدينه دي وبرنامجك، تخترقها بالبرنامج، لانه انت ما ممثل التحزب، انت كسوداني. نعم. برنامج. نعم. ده لازم توضحه في شكل ندوه في المدن، في القرى، في الارياف، مراكز الاختراع. ودي بترتب عليها شنو؟ الاشراف بتاعك على الانتخابات عشان تكون نزيهه، يكون عندك ممثلين يحضروا الاختراع نفسه. ودي دار كميه بتاعت ناس يعني بالالاف على نقاط. 65,000 نفر حسبناها، نحن محتاج لك 65,000 نفر يراقبوا الانتخابات.
طيب لا طيب في حاجه ثانيه عمر، عمر عمر في حاجه ثانيه عاوز تضيفها؟ بس عليك الله علي، علي بس ممكن تساله لي، ممكن تساله بس يا علي. اتفضل سامعك يا دكتور انور. اي بس يا انا داير اسال، انت عرفتني كيف؟ عرفت كيف انه انا مرشح للرئاسه وانه بقول في برنامجي؟ من خلال البرنامج السيدة يعني. انا قبل شويه كنت بحضر في لايف تويتر عادي برضه مرشح نفسه. ممتاز جدا. طيب ده سؤال، ده سؤال، ده السؤال بتاعي ده مترتب عليه سؤال ثاني مهم. هل لو انا كان كلامي يعني تماما لا فيه شق ولا طق وكلام مكتمل الاركان، هل بطوالي بتمشي تديني صوتك؟ لا انا بدي البرنامج بتاعك، انا بديك لشخصك، انا بديك لبرنامجك. ممتاز جدا. يبقى نحن يعني في جزء كبير، ايوه ما فاهم، انا فاهم، انا قصدي البرنامج ما قصدي الشخص. انا رغم انه الشخص مهم بالمناسبه، يعني اس انتخابات المكسيك دي يعني وضحت انه الشخص مهم. ما هنا انا الشيء ده اقوله انه الوسائل بتاع التواصل الاجتماعي ادتنا فرصه، بدل ما مثلا نمشي بورسودان ولا نمشي سنار وبورسودان كلهم بيجوا في البرنامج اللي احنا قاعدين فيه، في وسيله بتاع التواصل احنا حياتنا اتغيرت بيها. فما نحاول انه يعني برضه نقعد في العقليه القديمه بتاعت انه الزول لو ما مشيت له في حتته، ما هو الرئيس الحالي ده اللي هو 30 سنه 29 سنه اسف في 30، في حتات كثيره في السودان ما مشى، انا باكد لك مليون في المية ما مشى 29 سنه. ولو سالت اي زول هسه حاليا مهتم ببرنامج الانتخابي قلت له يا اخي البرنامج بتاع المؤتمر الوطني 2015 رغم انها كان مخجوجه معلش معلش يا استاذ هو ما مش هاي، لكن قواعده ناس حزب المؤتمر متجمع لهم في السودان ده كله مشتغلوا له، يعني في ناس سياسيين لو 20 مشير. صحيح صحيح هم يشوفوه صحيح فيه صحيح صحيح جميل. طيب شكرا لك يا عم، صحيح شكرا لك يا عم عمر، الله يبارك فيك. طيب عمر انا بفتكر انه اهم حاجه يا اخواننا في صالحنا حاليا هو الواقع المأزوم، برنامجه سؤال برنامجك الانتخاب ورؤيتك دي وامكانياتك على ارض الواقع، شنو امكانيات على ارض الواقع هتصل الناس في ندوات في لقاءات في اعمال. انا بفتكر انه اكبر 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 امكانيه، نعم اكبر امكانيه موجوده عندنا هي المورد البشري الحاليا معطل بسبب الفساد والمونوبولي بتاع السلطة، السيطرة الكاملة من غير إتاحة أي فرصة لأي زول. يعني الناس ما عندهم قضية بالسياسة، الشباب، الناس اللي تكلمنا مثلا الناس اللي عمرهم 16 سنة الليلة دي بعد سنتين بيحق لهم التصويت، من 16 سنة لحد 45 سنة، الشريحة دي بتمثل أكثر من 60% من السكان. نعم أكثر من 60% دي المعطلين تماما، ما موجودين، يعني ما موجودين في الحياه، ما موجودين في اتخاذ القرار ولا بتاع. الناس ذي بكل الموارد بتاعتهم البشريه والعقليه والذهنيه والماليه وكذا، ذي الموجودين خارج اطار اللعبه. فالتشكيله ذاتها الديموغرافيه بتاعت الناس الارض والسكان والبتاع اختلفت من اول. احنا بنعمل في برنامج يا اخوانا من الناس وللناس، اسي بعد اللقاء بتاعك ده طوالي يا علي، احنا حنتيح البرنامج للناس كلها يشوفوه يقروه انتقدوا ودون المدخلات بتاعتهم. ده حيبقى اول برنامج كراود سورسد، اول برنامج الناس كلها ساهمت فيه بيدينهم، مش ان احنا اخترنا لنا 3-4 خبراء وقلنا لهم يا اخوتوا لنا وده كلامنا نهايه ونحن هننفذه، ولا الايديولوجيا اكس ولا واي، لا كل الناس، اي زول مهموم البرنامج ده بينفذه بعدين الناس، ما هو برنامج للناس فلازم يكون من الناس. احنا هنخط الرابط بتاعه الناس تقراه، وحندي فرصه لأي زول إنه يخط التعليق بتاعه ولا يخط المدخل بتاعه. نعم جميل. نسمع تاني في مكالمة على الواتساب فينا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بك، منو معنا؟ صافي الدين مختار من تركيا. صافي الدين، مرحب بك يا صافي الدين مختار من تركيا. نرحب بك، ونحن مستضيفين دكتور أنور مرشح حملة الأمل لانتخابات 2020. استمعت لبعض آرائه ومقترحاته لخطته ل2020. سؤالك ليه شنو يا صافي الدين؟ دكتور أنور من الناشطين، أنا متابع الفيديوهات بتاعتهم يعني بصيغة مستديمة وتابعت البرنامج من البداية. جميل. وما شاء الله هو إنسان رجل دولة، من برنامجه من كلامه من أفكاره.
لكن طبعا هو في البدايه الله يديك العافيه كان تكلم عن الفساد الاداري في الحكومه الحاليه. نعم. وهو مقتنع تماما انه هذه الحكومه حكومه فاسده. نعم. وهذه الحكومه هي غير شرعيه. وظهوره للانتخابات يعني 80% حيخسر باعترافه بانه الحكومه حكومه فاسده. هم حتدور الانتخابات وحتفوز. انا واحد من الناس لو انه بقت في انتخابات حره ونزيهه. نعم. انا واحد من الناس حاصور للبرنامج بتاع الدكتور انور. جميل. يعني ترى انه بيرى انه الحكومه زي كانك دير تقول له كيف انت بترى انه الحكومه فاسده وما نزيهه وعاوز تخش معاها في الانتخابات. والله هو قريب من هذا الكلام. نعم. بس لكن انا لانه مقتنع انه هذه الحكومه ما شرعيه. جميل. واذا الدكتور انور وامثاله دخلوا الانتخابات انا متاكد الحكومه نفسها النظام نفسه حيفوز وحياخذ شرعيه. وده اللي احنا ما عايزينه. جميل جدا جدا. يمكن يكون فيهم سؤالك يعني تخوف من خوض انتخابات في ظل حكومة فاسدة وانتخابات قد تكون لا نزيهة. شكرا لك يا صافي الدين. لحظة. ألو. نعم. ومثلا مثل دكتور أنور هو بيعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي مصيبة كبيرة. لكن أنا بقول له يعني رطب بعد السودان ما بيستخدم هذا البرنامج. نعم مضبوط. الناس ما اقدر اوصل افكاره. احنا بنعمل شير للفيديوهات بتاعته وكده وهنا احنا بنعمل له هنا. جميل. اذا ايضا يا دكتور انور اعتمادك على السوشيال ميديا وعلى على الوسائط في توصيل صوتك غير كافي. عندنا في السودان ناس ما بتستعمل الانترنت شخصيا. عندنا في القناه هنا يمكن قد تجد الغالبيه الناس في السودان بيعانوا حتى في اتصال للواتساب في برامجنا عشان يكونوا معنا لايف ويطرحوا سؤالهم او يكونوا لايف صوت وصوره ويناقشوا معنا. الجيجا بايت والميجا بايت محسبه. الشعب بيعاني اقتصاديا فكيف انت مستنيه عشان يطلع لك في 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 فيسبوك ولا واتساب عشان يشاهدك؟ ده كلامك يا صافي الدين. اوصي دكتور انور انه اذا خاض الانتخابات وما فاز يعني يواصل كمعارض بطريقه ثوريه يقدر يوصل. هو لسه في سنه صغير يعني 40 سنه يقدر يوصل في المره الجايه ان شاء الله. اوكي شكرا لك يا صافي الدين. تقول لك في معنى كلامه يعني لو ما فزت في الانتخابات هل تتواصل مسيرتك كمعارض وانتماء لاحد الاحزاب ولا حيحصل شنو؟ طيب تفضل دكتور أنور. طيب اولا اشكر اخوي صافي الدين يعني شكر جزيل جدا جدا على كلامه المتفائل. يعني كلام صراحه فيه روح معنويه عاليه وانا اعجبت جدا بانه يعني متابع يعني عارف الحاصل وكده وبتاع فشكرا لك. طيب بالنسبه للمساله الاولى اللي هي بتاعت الشرعنه بتاعت الحكومه. الشرعنه بتاعت الحكومه دي يا اخواننا يعني الحكومه دي طالما عندها ممثل يعني في الامم المتحده والحكومه دي عندها رئيس بينزل ويطلع وعندها ما عارف شنو التمثيل وبتاع فهي شرعيه لو احنا دارين ولا ما دارين. ممكن احنا من ناحيه عاطفيه نقول ان والله الحكومه ما شرعيه لكن من ناحيه حقيقيه الحكومه شرعيه. شرعيه بالامر الواقع اللي يقول على دي فاكتو جوفرمنت يعني ده كلام قانونيا ما بنقدر احنا ننكره. يعني الحكومه دي حاولت انها تشرعي نفسها باتفاقيه السلام حاولت انها تشرعي نفسها باتفاق الوطني بالوزبه بغيره بغيره. انا احنا عاطفيا رافضين انها والله شرعيه لكن قانونيا وعمليا الحكومه دي قاعده هندي فيها اشكال والوان معارضين ما معارضين من كل الوان السودان. يعني اللي لو جيت قلت والله الحكومه دي بتضطهد القبيله اكس بتلقى القبيله اكس عندها منصب رفيع قاعد فيه زول. فالحكومه دي حكومه عميقه وحكومه لا يوجا وحكومه زي ما يقولوا شنو يعني بتتعامل بكل الاشياء الشريره على اساس انها تظل في الحكم. أنا احنا نداويسها كيف؟ احنا كمواطنين عزل ناس اكاديميين ومهنيين ولا بتاع الصندوق بتاع الاقتراع ده افضل حته احنا نداويسها فيه. الرقبه اللي احنا محتاجينه على اساس انه الناس تراقب الانتخابات للمرشح المستقيل ولا هنا 65,000 متطوع المفروض انهم يكونوا بيراقبوا في صندوق الاقتراع في نفس اليوم بتاع الاقتراع في كل انحاء الدوله.
فالكلام ده احنا لازم نعمله، ده اكسرسايز لازم نعمله. الاعتماد بتاعنا على السوشيال ميديا، لانه السوشيال ميديا حاليا الناس موجودين فيها. انا ما بتكلم على كل السودان موجود فيها، لكن بتكلم على الكتله الحرجه. الليل لو تكلمنا انه حضروا الفيديو ده مثلا 100 نفر لو كل زول بيتكلم انت عن امه وابوه، ده اللي احنا بنتكلم بس عن 300 نفر مش كده؟ لو تكلمنا انه والله يا اخي الاب اتكلم مع اخوه والام اتكلمت مع اخوتها، انت بقيت تتكلم على 500 ولا 600 نفر. فدي الحاجه، دي الجراف ثيوري، النظريه المبنيه على وسائل التواصل الاجتماعي نفسها، بتقول انه لو اديت زول خبر وعمل لي لايك وشير، ما اديت الزول ده هو خبر، انت اديت كل الشبكه بتاعته، والقصه بتمشي. يعني بتبقى زي الكرة الثلج بتدحرج وبتزيد. في ناس كتار جدا ما بعرفهم ولا بيعرفوني في اماكن مختلفه، طلعت فيديوهات في كوريا الجنوبيه معارضه للحكومه سنه 2008، الناس لسه بيعرفوني معرفه وثيقه جدا جدا، وما شايلهم شك في انه انا ذاتي نفسي الزول اللي كنت بعمل في الحياه الفلانيه الفلانيه. فالسوشيال ميديا نستخدمها في الوقت الراهن لحد ما يجي وقت النزول للواقع. احنا ما عندنا مشكله، ما قلنا لا والله دارينا زي يقولوا نعارض من منازلهم ولا نشتغل انتخابات عبر الانترنت، لا هننزل ارض الواقع دي وبتاع. ثاني حاجه المواصله، لو في حاله الفشل يا اخي، لو فشلنا احنا ما فشلنا، احنا في درب التعلم للنجاح. والكلام ده قلناه لطلاب الشهاده السودانيه ما نجحوا السنه دي، قلنا انه يا اخواننا لو الزول ما نجحت ما حرست النتيجه، انت ما فشلت، انما انت في خطوه تعلم، انت بكره بتتعلم، بكره بتعرف انت اخطات وين وتحاول تستفيد من علاجك. حمله الامل حتكون حركه مستمره، حتكون منصه تطير منها الطيارات من اجل الخلاص بتاع البلد، طوال مستمر ان شاء الله. جميل، طيب مرحبا بكم، يعني انضموا لنا معانا. سؤال من ود الارباب في الايمو. السلام عليكم ود الارباب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته ود الارباب، مرحبا بك يا ود الارباب. ود الارباب معليش خليناك في الانتظار طويل لانه الخطوط كلها كانت مشغوله. سؤالك لدكتور انور. والله يا اخي في الزمن كده انا يعني بعني الدكتور انور يعني بصراحه يعني لانه رشح نفسه لانتخابات السودان وما شاء الله يعني عدو يعني البرنامج اللي هو برنامج واضح جدا جدا تمام. وبعدين بالنسبه لي انا بسال بالنسبه للحلقيات بالنسبه يقول لك اي حاجه يقول لك انا جيش وطني انا عربي انا بالضبط انا يعني انا عايز اوضح للناس يعني هم بالضبط هم شو يعني هم سودانيين يعني سودانيين تمام يعني انا لو كنت جيت بالدول العربيه او جيت بالدول الاوروبيه يعني تقدر في تنوع موجود يعني حتى اللون يعني مثلا تجد يعني لون شويه كذا تمام فالامريكي امريكي والسعودي سعودي يعني انت سوداني لازم يعني يكون انت سوداني تغلب انك انت سوداني يعني تمام ف يعني نتمنى يعني من الرئيس ان شاء الله يعني انور باذن الله يعني بعدين يحاول يرضي الحكايه بتاعت الارتياد اللي موجوده في السودان تمام فيوحد السودانيين كلهم هم سودانيين خلاص وكما. جميل جدا، شكرا لك انت الارباب. الله يخليك، جميل جدا جدا. ده ود الأرباب يقول لك يعمل على إنه توحد السودانيين قصة الرقيات الموجودة في السودان. أنا والله طبعا أشكر ود الأرباب شكر جزيل جدا على مداخلته دي، وأقول له إنه أنا طبعا العنصرية دي عندي معاه مشكلة كبيرة جدا جدا. أنا يعني لو أقرب طريق لإنك أنت تخسرني أنور ده إنك تحاول تكون عنصري. في واحد قبل كده يعني رسل لي دار يدعم حملة الأمل، وقال لي يا أخي إنه يعني لازم نشتغل في حملة الأمل دي، البلد يتملت عبيد. فقلت له يا أخي أنت أول حاجة أنت ده، أنا أول شيء أنا أنور ده بعتبر نفسي عبد سوداني فخور، لانه احنا الناس بلدنا يعني جنسيتنا مسميه على لوننا، بلد السودان ارض السود. فكونك انك انت بتقول والله فلان عبد ولا بتاع وانت جاي على اساس انه تدعم حمله الامل، انت كان كده ما فاهم الحمله دي حول توحيد المواطنين في كل هنا، انه السودانيين كلهم سودانيين بس ما في فرق بين الجنسيه فلان ولا القبيله فلان ولا المنطقه فلان، كلنا نحن في قارب واحد. القارب ده لو في واحد فينا قداو قد تافهة بتاعت عنصرية، نحن المفروض أول شيء نشيل الزود ده نرميه من مركبنا دي، وبعدين نحاول
نسد القرم اللي اتخرم ده. فقلت يا اخي لا مرحبا بك في حمله الامل. حمله الامل دي حمله لكل السودانيين، ما حمله بتاعت جنسيه ولا قبيله ولا منطقه ولا ديانه ولا كده، كل السودانيين مرحب بهم كلهم في الحته واحده. فانت حتبذر لنا بذره بتاع الشقاق هنا ده، بذره بتاع ديل اولاد البلد وديل ما عارف الغرابه وديل الجنوبيين وديل ما عارف شنو. ان احنا بنتكلم ان احنا ديل السودانيين، اي زول هنا سوداني وكل زول هنا ده عنده حقوق عليه واجبات. تقول لي حلبي، تقول لي عبد، تقول لي كلام زي ده، لا مرحبا بك. والقوانين احنا بعدين هنخليها رادعه بحيث انه ما في زول يجرؤ يفكر. ما هي العنصرية دي حاجة موجودة evolutionary، يعني تطوريا الناس قامت فيها عنصرية، الناس بتخاف من أي حاجة ما بتعرفها، بتخاف من المجهول إلى آخره. لكن لازم تتهذب وتتشذب بالعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابي، قال له إنك امرؤ فيك جاهلية، لأنه الجاهلية دي هل بتخليك عنصري. إحنا لازم نعلم الناس بالمناهج بتاعتنا، بالتثقيف، بالبرامج بتاعت إدارة التنوع إلى آخره، بحيث إنه كل الناس تشعر بشعور واحد. الناس كلها لما تشيل السلاح بتشيل السلاح كلها كسودانيين عشان يدافعوا عن أرض واحدة، أرض سودانية. الناس لما تمسك القلم بتمسك القلم كلها عشان تبني أمة وتنهض بهمة، كلهم لأنهم سودانيين. المزارع لما يمسك الطورية بتاعته دي بيمسكها لأنه الناس كلها تشعر بنفس الشعور. جميل جميل. نعم. معنا اتصال ثاني في الواتساب. السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور. مرحب بك، الله يسلمك. منو معنا؟ الطيب عبد الله معك. اولا سؤالي للدكتور انور. نعم. هو عنده حزب ولا ما عنده؟ هو الحزب وين؟ وبعدين عنده حزب ولا ما عنده؟ ده كان في بدايه الحلقه. ده في بداية الحلقة يا طيب، جاوب على الكلام ده طرحنا له أول حاجة في بداية الحلقة. نعم، في سؤال ثاني؟ تمام. لو هو بحزبه إحنا ما يعني نقول له ما ده الحزب، أول حاجة شغل حزب ده فكرنا منه. والحاجة السؤال الثاني إنه يعني هو يتكلم على إنه حكومة الإنتخابات قادة في السودان، كيف يجي ينتخب بيغير الحاسب؟ إحنا في فيسبوك لما نقول كل كلمة بتقطع بتعزل يا أخي، كيف انك انت بتجي بكره ولا الليله من 30 عام انه الناس قاعده معاها ما كده. وهو بيتكلم على انه في تكتيك واضح للولايات والوحدات الاداريه والمحليات. يا اخي الناس دي عندها ممارسه من 30 سنه ممكن يتفوق عليها يعني كذا درجه، واي درجه ولا واحده. السؤال الثالث هو بيقول انه في ظلم من كل الاطراف في السودان، تمام، بس في ظلم في الحكومه، لكن ظلم بدرجات عاليه جدا. الناس خسرت أرواح، خسرت أموال، وخسرت خسرة جدا. وسؤالي الأخير وأقول له إجابة بصراحة، والسلام عليكم. شكرا. عليكم السلام، ألف شكر لك. طيب، سمعت كلام الطيب عبد الله، سأل هل لك حزب أم لا؟ شكرا جزيلا. وسأل أيضا عن أيوه طبعا. قبل ما هنا أنا بس دار أقول، دار استطرد في نقطة مهمة يا علي لأخوي الطيب. أخوي الطيب، شوف أنا الموت حبابه، لكن الكذب ما حبابه. يعني اخر حاجه ممكن تلقاها عندي من الحياه اللي بيكون عارفينها الناس عني، انه انا زلت شجاع لدرجه التهور وصريح لدرجه الوقاحه. يعني ما الحقيقه دي ما بتجرحني، ما بتزعلني. يعني لو قلت لي كلام حق ما بزعل منه. بالتالي انا اتوقع مني دائما الحقيقه. لو كذبت عليك في اي لحظه ولا بتاع تفقد احترامك لي مره والى الابد. انا زول استاذ وزول مدرس وباحث، والحقيقه دي عندي نمره واحد لحد نمره 20 يعني. فدي الاستطراد الاول. فقلت لي السؤال يا علي، ده السؤال الاول. يعني ما هو سؤال هل لك حزب ام لا؟ هاي ده جاوبناه قبل. نعم جاوبته قبل. طيب نقوم نستطرح في السؤال ثاني من الناس الموجودة على الايمو. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحب بك، منو معنا؟ معك احمد حسين. احمد حسين، مرحب بك يا احمد حسين. احمد حسين اهلا بك. اهلا بك استاذ علي، وعلى بك دكتور انور. مرحب بك والله، وعلى جميع المستمعين والمشاهدين. يا هلا وسهلا. سؤالك شنو للدكتور انور؟ الله يديك الصحه والعافيه دكتور انور. تفضل. انا بتقول الصغه، نحن يا دكتور عندنا مشكله في الصغه. نعم. الرئيس الحالي يعني 20 سنه وعوش وعود وعود، وكل مره حتى اخر انتخابات وعد وعود ثانيه، وللاسف نعم عندنا مشكلة في الصغة.
ما عارف يتنسق وين، ما عارف يتنسق وين. أي رئيس تقريبا في أي نعم رأسه في البداية أكيد يعني عشان الترشيح بديك أحسن كلام، لكن للأسف ما قاعدين نشوف الحاجات دي بعدين. طيب نحن حيكون موقفنا شو لو باكر الحاجات دي بعدين. جميل. الحاجة الثانية، أنت في الخطة حقتك الوزارية عملتها، أنا قريتها تقريبا نزلتها قبل فترة أنت. نعم. فيها تقريبا قلتها 20 وزير. تمام؟ نعم. عملتها تعمل اختصار في الوزراء، عملتها 20 وزير. كل الوزراء اللي حطيتهم أو كل الناس اللي أنت حطيتهم ما فيهم دول كده بارد ولا دول عنده أهداف حققها عشان تكون أيضا وزير تمام ولا. ما عدا أسامة داود. وانت قلت حتخليها وزير المالية الاقتصاد الوطني أسامة داود رجل ناجح وما في أي كلام. أما بالنسبة للوزراء الباقيين ما سأل أقصد الناس اللي انت برشيح بالباقيين ما فيهم حاجة، ما عندهم برود كده داخل دولي، ما عندهم برود عشان نقول هاي تحديث وزارة. جميل. طيب قال يا دكتور الحاجة الثالثة يعني الحكومة الحالية يا دكتور هاي فيها فساد كثير يعني مشاكل كثير، لكن يا دكتور برضو انت المفروض برضو تشكرها يعني ما قصرت مهما كان ما قصرت. نحن بنقول عليك انت دكتور وما شاء الله المفروض برضو يعني تشكر الحاجة ما تقول التهين فيها ولا تدير فيها ولا الرئيس برضو انت يعني تمثل صورة كويسة. ونحن بعدين ان شاء الله لو كنت انت بنشوف برضو صورك الاحسن شنو الحاجة اللي حتجدها. جميل جدا، شكرا لك يا احمد حسين. ربنا يوفقك ان شاء الله. ان شاء الله، الف شكر لك يا احمد حسين. طيب احمد الله يخليك. الله يخليك دكتور. طيب احمد حسين بيسال عن الثقه، الوعود الحكومه الحاليه بتوعد والناس بتوعد والناس بتوعد كويس، زي الشعب فقد الثقه في كل السياسيين اللي بيجي بيطلعوا، في كل الناس اللي بتتحدث بيقولوا انتم بتتكلموا بس يا دكتور انور، فكيف ان حترجع وتبني الثقه دي في الشعب ثاني انه يصدق الكلام اللي بيتقال؟ وزراء والمقترحين اللي تحدث عنه أحمد حسين دي واحدة من الحاجات اللي كنا حنتحدث معاك فيها. عندنا الورقة المقترح اللي انت ذكرته، قلت أنا دكتور أنور مرشح حملة الأمل لدراسة للرئاسة، قال سنفوز برئاسة جمهورية السودان 2020 وأعلن عن حكومته المقترحة لإعادة الإعمار، وأضاف ستكون حكومة خفيفة على قلب المواطن تفوضها قصص نجاح سودانية. وضفت انت دكتور انور بحسب ما نقلوا بعض المحررين او بعض ما انت كتبته في 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 صفحتك الخاصه او في جروب الخاص بحملتك، سنقلص عدد الوزارات وندمجها مما امكن، وهذه اسماء مقترحه لاداره هذه الوزارات وتحقيق المنفعه القصوى لصالح الوطن. شنو قلتم تخطيتم هنا 20 زي ما ذكر اخونا احمد حسين، خطيت 20. ال 20 دي في بدايتهم كان احمد اسامه داوود مجموعه دال الصناعية، الناس عارفين أنها رجل أعمال، خطيته كمرشح لوزارة التجارة والاقتصاد المعرفة ورئيس للوزراء. خطيت هديل مو إبراهيم اللي هي ابنة مو إبراهيم رجل الاتصالات في أوروبا اللي معروف، شركات الاتصال في فرنسا وغيره اللي معروف لدى الناس، اللي الناس ما شافوا له حاجة في السودان قدمها لأبناء السودان، ما في حاجة ظاهرة قالوا ده مو إبراهيم عمل للسودان. شفنا مو إبراهيم ده قدم للدول أفريقيا ورؤساء أفريقيا الثانيين، ولكن الناس ما شافت له إنه قدم حاجة للسودان. خطيت هدين مو إبراهيم بنته مؤسسة مو مؤسسة بتاعت المؤسسة بتاعت أبوها مو للخارجية والاستثمار والتعاون الدولي. جبت وزارة الهوية والثقافة والإعلام، جبت لقمان أحمد مراسل بي بي سي في أمريكا لأنه يكون في وزارة الهوية والثقافة والإعلام. جبت دكتور أحمد التجاني من الروابط، يعني جبت تجار في السوق إنهم يبقوا وزراء، جبت للزراعة والثروة الحيوانية، وللمالية والاقتصاد جبت عمر زكريا، والشخص اللي حبوه الناس اللي هو فارس النور صراحة، وده الشخص الوحيد يمكن أنا واحد من الناس الأسامي اللي انت وضعتها وقلت دي فارس النور ده الواحد شفته في الميدان، شفته عمل وصل الفقراء والمساكين، وصل الناس الغبش اللي فعلا الناس حابة تشوف حاجات زي دي، جبته وكمقترح انه تمسكوا وزارة التنمية المجتمعية والشباب والرياضة. جبت دكتور أحمد الأبوابي وزارة الصحة، جبت بروفيسور نمر البشير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غاندي معتصم للطاقة والتعدين كمرشح ليك، كمرشح أيضا واحد من الناس الوجوه اللي تابع للمؤتمر الوطني اللي محسوب للمؤتمر الوطني، دكتور محمد طاهر إيلا والجزيرة،
ولناس كثيرة نعم عنده أعمال بيعملها وبيقوم بها، ولكن أنا واحد من الناس شايف إنه عمله ده بيضرب بوهية وبيجي ثاني المطر والخريف بتشيله بتكسر وتمشي، وثاني ما في حاجة، يعني ما في بنية تحتية مدروسة علمية إنها تتعامل في أرض الواقع. لكن ضرب البوهية ده ممكن نضرب البوهية، ودي إمكانيات وقروش مشت كويس، جبته ورشحته محمد طاهر إيه ده في إنه يمشي البلدية والبنية التحتية والإسكان والتنمية العمرانية. طيب وين البنية التحتية اللي اتبنت في بورسودان بعد طاهر إيلة، ولا البنية التحتية يا دكتور أنور اللي اتبنت في الجزيرة؟ أنا من الجزيرة ومن واد مدني شفت بوهية وشوارع نظيفة، ولكن أول مطر وخريف هتلقاها مشت كويس. جبتها في وزارة الدفاع والحدود دي ما حددتها لسه، جبت دكتور الوليد ما دبه عشان يمسك الداخلية والأمن والوحدة الوطنية، وذكرت أيضا دكتور وائل عمر عبدين وزارة العدل ومكافحة الفساد والعدالة الانتقالية، دكتور بلقيس العشا وزارة تغيير المناخ. الناس اللي أنا بقول فوقهم ده يمكن في ناس ما سمعت بهم ذات ولا شافوهم ولا عارفينهم في أرض الواقع، هم موجودين حاليا وين داخل السودان ولا خارج السودان. جبت دكتور قادة فاروق كدودة يمكن كثيرين يعرفوها وبيعرفوها في وزارة الاتصالات والتكنولوجيا. جبت دكتور سليمان أحمد سلمان أحمد سلمان وزارة الطاقة البديلة وتنمية والموارد المائية والري. دكتور ناهد محمد الحسن وزارة الصحة والطفل. بروفيسور سعد صادق بدري من عائلة البدري وزارة البيئة والاستدامة. بروفيسور عماد كنوزي جبته في وزارة التربية والتعليم. مهندس شادي يوسف بخيط خبيرة في منظمة الأمم المتحدة بأنها تمسك وزارة التنمية الصناعية، وقلت هذه هي الحكومة المقترحة، إن وافقوا هو في حالة الاعتذار من البعض يمكننا تقديم مقترحات لأسماء أخرى. شنو خلاك تخذت الأسامي والليستة دي؟ ناس أصلاً في المجتمع الناس ذاته ما عارفينهم، شايفين فيهم أسامي دكاترة دكتور 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 دكتور، ولكن شنو أرض الواقع الناس بتعرف عنهم؟ وشنو أعمالهم اللي قدموها؟ وليه جبت محمد طاهر إيلة محسوب للمؤتمر الوطني اللي أنت عاوز تتخلص منه جبته تاني في وزارة؟ تفضل دكتور أنور. طيب شكرا جزيلا لك. انت لو في العباره الاخيره دي قريتها، الجمله الاخيره قلت انه هذه الحكومه المقترحه، هي في الف ولام هنا مضافين، قلنا هذه حكومه مقترحه مش المقترحه. جميل. هذه حكومه مقترحه، وان اعتذروا يعني النازل ما وافقوا ان احنا ممكن نجيب اسم بتاع حكومه ثانيه. احنا عملنا اقتراح، احنا حاولنا نسد فجوه موجوده في ذهن المواطن السوداني استثمرت فيها الحكومه الحاليه استثمار كبير جدا، اسمها البديل منه. سؤال مليء بالقنوط من رحمة الله، كأنما إنه حواء السودان عقمت ولم تنجب سوى الرئيس الحالي والحكومة الحالية والنظام الحالي. احنا قلنا إنه في 1,000,000 بديل. نعم. ولو ما لاقي بديل اسم، أنا أنور فتح الرحمن عبد الله عبارة عن بديل مستعد لرئاسة السودان، لكن بقول لكم إنه في 500,000 بديل تاني، والبديل ده كمان ممكن يجيب لكم حكومة وحكومة بديلة وحكومة بديلة، وإنه البديل ده ذاته يكون عنده بدائل. بالتالي إحنا نكون هنا جاوبنا بصورة مباشرة على سؤال إنه يا أخي البديل منه. الناس ما تخاف، الناس ما تقول إنه والله يا أخي السودان حيبقى فيه حرب أهلية زي ليبيا ولا زي سوريا. لا، ليه أن إحنا راهنين مستقبلنا بالخوف؟ نعم. أنت ذا لو راهنت حريتك بإنك بأمانك، أنت لا حتلين في حريتك ولا في أمانك. دي مقولة يعني معروفة وشائعة، أن إحنا أخواننا نستثمر في مستقبلنا ونعيش كأننا عايشين في السودان ده للأبد، ما نحاول نخاف ولا نخوف نفسنا ولا يخوفنا المؤتمر الوطني ولا غيره. لكن لو في كان وجوه ولا في أسماء تم اقتراحها على أساس إنها والله الأسماء دي موجودة في الحكومة الحالية، فده برضو أن إحنا بنوري كمؤشر، لأننا نحن أي زول ممكن يساهم في إعادة إعمار السودان من أي مكان، إذا كان من اليسار ولا من اليمين ولا من الوسط. نحن كبير قلنا شنو؟ مش قلنا إنه ما دارين لا شايقي لا جعلي لا ضقلاوي لا بتاع، دارين سوداني بس الهوية بتاعتنا بنفس القدر في السياسة. نحن ما دارين ده يساري وده يميني وده ما عارف شنو، ونقصي بعض بنفس القدر. نحن ما دارين إنه والله ده مسيحي وده مسلم ولا ده صوفي وده ما عارف، نحن ما دارين نقصي بعض.
وفي السؤال يعني لما يكون مطروح، هل انت سوداني؟ هل انت كفء؟ هل ممكن تقدم؟ دي الحاجات دي الاسئله اللي بنسالها، لكن بنسال سؤال بتاع قبيله ولا جنسيه ولا ديانه ولا كلام زي ده. دي الطريقه بتاع تفكيرنا، ان احنا حاولنا عبر مقال واحد بتاع اعلان حقوق مقترحه نوري الناس حزمه بتاعت حاجه، انه يا اخي احنا بنفكر في ناس منجزين، ناس عيونهم مليانه، ناس الى اخره الى اخره، ممكن يكونوا حكومه، لكن هل دي الحكومه النهائيه اللي حتنزل بكره عن حمله الامل ولا بتاع؟ ما هو الحكومه تتشكل بعد الرئاسه، مش كده؟ بعد ما نحصل على الرئاسه بقوم بعين رئيس وزراء، رئيس الوزراء يقوم يشكل الحكومه. في الوقت ده كان الناس بتسوي، لكن الكلام ده برضو احنا برضو حاولنا انك في البيو ثقره مهمه. في ناس كتير جدا، الواحد بيجيك داخل في حمله الامل بيقول لك اسمع تديني وزير الوزاره الفلانيه. قول لي يا ابن الحلال، ان احنا هسه حاليا الشغل بتاعنا بناء بتاع الحمله، وان احنا حاليا بنخوض في برامج، ما في اشخاص. الحاجه دي مهمه جدا جدا الناس تفهمها، انه اخواننا نحن نخوض في البرامج بتاعتنا وبنبني فيها وبنحاول نقوي المجتمع بتاعنا الداعم للتغيير. الحته دي مهمه جدا جدا، يعني الموضوع مش انه انور بس يفوز بالرئاسه، لا لا لا، الموضوع التغيير اللي احنا محتاجينه، ان احنا كلنا بنحتاج وبنطالب بالتغيير، لكن لازم نعمل لاجله. نعم. فبالتالي احنا برضو باعلان الحكومه دي ورينا انه اخواننا ده النمط بتاعنا، ده التفكير بتاعنا، بعدين التعيين حيكون بناء على الكفاءه في في الحته دي. طيب جميل، نحن طولنا فما اعرف رايكم يا اخواننا، نواصل ولا بكره نقوم نعمل حلقه ثانيه لاخذ الاسئله ونواصل فيها؟ في معانا اثنين على اللاين، ناخذ الاثنين على اللاين ده وبعديهم دكتور انور ما اعرف رايك نعمل حلقه اخرى، حتى انه الاسئله كثيره حتى على الفيس مباشر وناس حابه تتصل لسه في انها تسمع منا. خلينا ناخذ اللي معانا على الايمو. السلام عليكم. الو، مرحبا. انا ما عندي مانع، ما عندي مانع، ما عندي مانع. ده السلام عليكم. ألو. مرحبا، منو معنا؟ الو، السلام عليكم، معك امين سناده. تحيه لكم. مرحبا بك. تحيه للدكتور انور. حقيقه انا حاجي في محطتين اساسيتين. المحطه الاولى اللي ذكر المتحدث او الشخص اللي اتصل عليكم قبل المكالمات السابقه بيتكلم حول المشاركه في الانتخابات، في انتخابات محسومه وهي تدار وفقا للعبة مهيئه من المقترح الوطني وجاهزه ونتيجه محسومه. وبالتالي مشاركه الدكتور انور او غيره فهي تبقى مشاركه لاعطاء شرعيه لهذه الانتخابات، وبالتالي اعطاء مبرر للمؤتمر الوطني بانه يقول والله حكومه منتخبه، والدليل بانه اشتركوا مجموعه من الناس معي. تمام ولا؟ فهذه يعني حقيقه يعني انا ارضى بالدكتور انور او غيره من المواطنين السودانيين ان يكونوا كومبار في مسرحيه بايخه مستمره لها 30 سنه بادوار مختلفه، دور التمكين ثم بعد ذلك المواليه السياسيه ثم بعد مسرحيه الانتخابات وهكذا. ولكن هذا الموقف الاول. الشيء الثاني اللي بيقول بانه الحكومه الدكتور انور هذه الحكومه شرعيه، هذا كلام غير صحيح. طبعا وجود ممثل لها في الامم المتحده لا يمكن ان يعطيه هي الشرعيه، لانه بكره لو جاء وقعد في اي دوله بده بيقعد في الامم المتحده. تمام؟ الشرعيه الوحيده هي بتكون شرعيه ياخذها النظام او اي نظام حكم من مواطنين. تمام ولا؟ والان الدكتور انور مشاركته في هذه الانتخابات واللي محسومه اصلا واللي حتى فيها انتخابات قانون بتاع انتخابات معيد، الدكتور انور لا يستطيع ان يغيره لانه خلاص حسم الموضوع. يعني الان بيعطي هذه الشرعيه انه حيفوز وحيقول والله دخلنا في انتخابات، احنا نحن حكومه منتخبه. تمام ولا؟ ولكن هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، لو افترضنا جدلا بانه هذا المنطق اللي ماشي فيه الدكتور انور هو منطق صحيح، وانه يفترض انها تغير النظام عن طريق صناديق الانتخابات المخدوجه تلفا. تمام؟ لحد الان انا سمعت من الدكتور انور برنامج متماسك واضحه المعالم، هو شكل حكومته قبل ما يشكل برنامجه. مجرد اسماء لامعه. موجود. تمام؟ وين هذا البرنامج؟ انا لحد الان قاعد اسمع في كلام ممكن اقوله انا ممكن تقوله حكومتي، ولكن اداره الحكومه ما تقوم بالكلام ده. كان يكون عندي برنامج على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على مستوى السياسه الخارجيه. هلا في 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 عالم متغير ومتحرك. تمام ولا؟ الكلام ما يبقى كلام بالطريقه هذه. يعني انا عاوز برنامج لحد الان. انا كنت اتكلم للدكتور انور الكلام ده في عده مداخلات معه في الفيسبوك، ولكن ما وجدت اجابه. وكان طبعا عمل استفتاء بانه الفساد محاربه الفساد ليست برنامج انتخابي، الفساد لانه
الفساد هو نتيجه نتيجه وليس السبب. يعني احنا الفساد الحدود نتيجه للممارسات. انا العاوز اصدق الانتقاليه المشكله من اداء ده على افتراض انه احنا هذه اللعبه حتى الضمير وانه والله ياخذ الكلام الصحيح وانه الافكار هي ليست تحكم على هذا الزمن. ممكن برنامج الدكتور انور لو ما استفدت منه الان لانه انا معارض للانتخابات ما استفدت منه لقدام حقيقه الكلام كثير انا مش عاوز اعرف انه زمنك انتهى. اشارك بكره مره ثانيه لكن اتمنى انه الدكتور انور يجاوب على هذه المساله. عارف انه نتيجه الانتخابات محسوبه تلفر وهو الان يساهم في اعطاء هذا النظام المشوه النصف يعطيه في 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 كارت بلانش بانه والله يستمر يا اخي ثاني اركبنا 30 سنه. جميل شكرا لك امين سناد في شكرا لك شكرا. طيب امين سناد بيقول انت داخل اكتنج في مسرحيه معروف سلفا فصوله وادواره واتعملت واتطبخت مره مرتين عندنا في السودان. رايك في الكلام ده؟ سمعت كلام يا دكتور الله. طيب التحية للأخ الحبيب أمين سنادة، هو صديق يعني إسفيري له زمن وشخص فاهم جدا ما شاء الله، وأنا بدعوه من هنا ده لأنه يساهم في تطوير البرنامج الانتخابي. البرنامج الانتخابي بتاعنا يعني برنامج مفتوح المصدر، أي زول ممكن يساهم فيه خصوصا الناس الحادبة على مصلحة الوطن. يعني هو قال إنه والله يا أخي ممكن البرنامج بتاعنا لما أعرضه له ويكون كويس وكده حتى لو ما فزت بالانتخابات ولا بتاع هو ممكن يستفيد منه. تمام كده بنفس الافتراضات بتاعتك. طبعا امين زول فيلسوف ما شاء الله، بديك الحاجه وبيفترض لك سيناريو ضدها وانت المفروض تجاوب على الاثنين. ما هو يا امين واحد من الاثنين، يا داري برنامجي الانتخابي وانت مقتنع بجدول الانتخابات معناه والله برنامجي ده ممكن يكون كنت وحاجه كويسه انت ممكن تستفيد منه، يا اما انت ما مقتنع بجدول الانتخابات. لو جبت لك برنامج منزل اقول لك من وين ما بيكون يعني ما مهم. يعني واحد من الاثنين عشان انا برضو اقدر ما اقدر اجاوب لك على سيناريوهين متخيلات. أنا السيناريو بتاعي بقوله لك إنه أنا ده عمري 9 سنة 11 سنة جات الحكومة دي، عمري 40 سنة الحكومة دي لسه قاعدة. أنا شايف إنه أنا عندي فرصة أنا أنور ده إنه أنتظم مع مجموعة بتاع الشباب في حملة ننزل الانتخابات وممكن نفوز عليهم وناخد الرئاسة بتاعت البلد. الكلام ده شكله ساذج، الكلام ده شكله ما معقول ما منطقي، ياخذ الحي المقترعين بها نحن وماشيين بها. في ناس ثانيين احزاب سياسيه ما شاء الله عندهم يعني بعمري انا في ناس شغالين سياسه، الناس دي حاليا قاعدين معارضين ولا هم جزء من الحكومه، ما في خيار ثالث، صح يا جزء في الحكومه يا معارضين. المعارضين انا بقول لك محبطين ومن مصلحتهم انه ما في زول يشتغل، يكون الناس دي قاعده كده خالفه رجل في رجل ويقول لك والله بتشرع الحكومه. انا ده انور انا قمت في الظل بتاع الحكومه والنظام ده وبتاع وشايف انه والله في امكانيه بتاعت نهزمه. انا ده ما بهزم نفسي بانه انا ابقى محبط، يعني انا براي احبط نفسي واهزم نفسي واقول انه الانتخابات نتيجتها معروفه سلفا، دي ممكن يقولها زول ثاني عنده خبره ثانيه عنده بتاع ثاني. انا شخصيا بشوف انه المداوسه تكون في صندوق الانتخاب وان شاء الله نفوز بها، ان شاء الله نفوز بها. وادعيك يا امين وادعي كل الناس الثانيه المنظراتيه الكويسين في انهم يساهموا في تطوير البرنامج الانتخابي. البرنامج الانتخابي بتاعنا موجود في وثيقه، الوثيقه دي حنحط الرابط بتاعها اي زول يقراه وينتقده ويخد المساهمه بتاعته. يعني دي حاجه ما حتنقوها في حته ثانيه عشان اوريكم بيغير في قواعد اللعبه يعني. جميل نعم. طيب في برضو اخ معانا هنا. السلام عليكم الاخ على الواتساب. السلام عليكم ورحمه الله. مرحب بك، منو معانا؟ معك يحيى عوض. مرحب بك يا يحيى عوض. يحيى المرشح عن حمله الامل دكتور انور دفع الله، سؤالك ليه شو؟ ايوه مرحبا. مبدئيا والله شكرا من بعد المولى عز وجل. عليكم السلام ورحمه الله. دكتور انور مبدئيا والله احييه جدا على هذه المبادره. نعم. بشوف فيه زول جريء شجاع ودي الحاجه المحتاجين لها، دي محتاجين لناس تكون عندها روح المبادره. جميل. سؤالي لاخونا انور، بما انك حتخوض هذه التجربه بالتاكيد بالضروره تستفيد من 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 اخطاء او اخفاقات بتاعت التجارب السابقه، بما انك اخترت الطريق بتاع الـ 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 الانتخابات كوسيله للتغيير. نعم. الو معك. نعم يحيى. ايوه، بما انه اختار الطريق بتاع الانتخابات فانا دا اشوف رؤيه شنو هو لضمان سر العمليه الانتخابيه بطريقه سليمه، لانه نحن عندنا تجارب سابقه في الانتخابات الفاتت. اول حاجه عندنا اشكال نحن في السجل المدني، ما عندنا سجل مدني لحد الان، ما هو سجل مدني حقيقي تقدر تقول عندنا في ناس لحد اعمارها بتصل
اعمال كبيره ما بتكون مسجل اصلا. نعم. في كميه في خلل، الخلل ده الضبط له شنو عندك بعد ذلك برضه؟ يعني العمليه بتاعت الانتخابات بتطول، بتاخذ لها مساله بتاعت 3 يوم لحد ما يجي الفريز، بيكون في تلاعب في الانتخابات، في كلام سابق هو اكيد على درايه به، تبديل لصناديق غيره غيره غيره. رؤيتك شنو؟ بعدين انت بتنافس لك نظام وتمرس حكايه بتاع قريب 30 سنه في المسائل دي. الرؤيه شنو؟ عشان تضمن سير هذه العمليه. شيء ثاني، سؤال ثاني. نعم. رؤيته لحل مشاكل النزاعات اللي تصلحها في السودان في كل، لانه دي اكبر مشكله يمكن بتواجه السودان حاليا ما لم توقفها. بيستنزف السودان كثير جدا جدا. الشيء الثالث، نعم، هو اتكلم عن مثلا مرشحين في وزارات وغيره. شايف الناس علقت على، انا بحب انه يتكلم لنا مش عن مرشحين او اسماء بعينها، لكن احنا عندنا مشكله اداريه في المؤسسات ذاتها. فيا ريت لو استفاد مثلا من تجارب ناس اشتغلوا في المؤسسات وغيره وغيره، يشوف الخلل شنو ويجيب برامج تعالج الخلل في الوزارات المعينه. بعد ذاك لانه بالخلل الحاصل دي لو جبت وزير ناجح او كويس برضه ما حيقدر يعمل شيء. في كميه من الوزراء كانوا ممتازين، كانوا دفع عندهم خبرات عمليه ممتازه جدا، لكن في ظل هذا النظام الاداري ما قدروا يعملوا اي حاجه. وهو نفسه ذاته اللي في هيئه دي لو قدمناه على راس وزاره صدقني ما حيقدر يعمل حاجه. انا ما بتكلم عن فراغ، انا في يوم من الايام كنت احمل في 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 السودان يعني. جميل. شكرا يحيى عوض، يديك العافيه. تسلم. نعم صحيح. شكرا. طيب رجع عليك ثاني عن ضمان الانتخابات. انت ذكرت قائد انتخابات 2020 في ظل نظام انت نفسك بتعتبر انه بيزود انه فاسد. يا دكتور انور، شنو الاليات اللي انت حتطرحها للجنه الانتخابات وتطرحها في انه والله دي نحن عاوزين دي تبقى عشان تخش الانتخابات ويكون عندك الضمان انه الانتخابات نزيهه؟ النزاعات ايضا اللي موجوده في السودان، آلتك لفض النزاعات وحل النزاعات اللي موجوده والحروب الدائره، مع اننا مرينا على الحته دي خلال النقاش الحديث، ولكن بقول هل برضه الاستفاده من الاخطاء هتجيب بدائل الاخطاء دي؟ هتشوف شنو وتجيب لها الحلول؟ تفضل. طيب شكرا جزيلا ليو يا اخي على الاسئله الجميله جدا، اشكره جزيلا. طبعا بالنسبه للعمليه الاجرائيه لضمان نزاهه الانتخابات، في تجارب كثيره في العالم الناس ممكن يستفيد منها. النوعيه بتاعت الاحبار، الزمن بتاع الاقتراع نفسه، يعني ما في حكايه انتخابات تكون مستمره 3 ايام. يا اخواننا تعالوا عليكم الله، تعال صوتوا عشان تدوا النصاب القانوني مثلا الانتخابات. لا لا لا، الانتخابات يوم واحد، مراقبنا كل الناس. الزول بيصوت بالرقم الوطني بتاعه، الرقم الوطني بتاعه بيتمسك لحد ما تعلن النتيجه، ادوا له. وبعد ما انتهت النتيجه بتعلن، في بتعدى الصناديق والمندوبين والمراقبين كلهم قاعدين في نفس المركز، ما في زول بيتحرك من مركز لمركز ثاني. لكن في حاجات ثانيه احنا ممكن نضيفها، يعني غير الاحبار وانه الانتخابات يوم واحد والمركز يعني موجود، احنا ممكن نضيف، يعني احنا ممكن ناخذ لنا انترنت كاميراز، ممكن اخذ لنا ويب كام في كل مركز انتخابي ونخليها زي الكاميرات بتاعت مراقبه لندن دي. اي مواطن سوداني موجود في اي حته في العالم عبر الانترنت هو ذاته يكون مراقب معانا في الانتخابات. الكلام ده ما فيه اي حاجه دستوريا بيتمنعه انه يكون في كاميرا قاعده فوق في العمود هناك بتراقب المركز تحت. والكلام ده بيقلل ان احنا حتى في الجنايات، وبيزيد في الامن، بيزيد في امن العمليه الانتخابيه. في جوانب كثيره جدا احنا ممكن نستخدم في التكنولوجي، يعني نستخدم التكنولوجيا. ما بالضروره انه يكون التصويت الكتروني، لكن المراقبه ممكن تكون الكترونيه، وكده بتسمح لعدد اكبر من الناس انهم يكونوا موجودين. تقعد بس من الصباح تعاين كده في الكاميرا دي، تعاين لكاميرا في حلفه، تنتقل منها تمشي كاميرا في بور سودان، تنتقل منها تمشي كاميرا في الفاشر. الكلام ده كله ممكن يحصل في امانه الله. بالنسبه للاستفاده من الاقطاب بتاعت الناس اللي فاتت، بفضل الله تعالى هسه حاليا في الانترنت، الانترنت دي بتسمح لانه الناس تعاين الارشيف بتاع الحاجات وتستقي التجارب بصوره افضل من زمان بكثير. يعني زمان اللي كانت تمشي تلف المكتبات بتاعت الجامعات واحده واحده عشان تعرف الناس اللي وقعوا في الاخطاء ولا بتاع، وهسه حاليا
الواتساب والبتاع السياسيين كلهم ممكن تتواصل معهم ممكن تعرف منهم الأخطاء وإلى آخره. لكن برضو الانفتاح ده أدانا فرصة بتاعتين نتواصل مع أمم تانية ناس كانوا عندهم نفس مشاكلنا دي وقعوا فيها وكده وإلى آخره. فنحن بنقدر نستفيد من الأخطاء. الحتة الثالثة فعلا النظام انتقل من مرحلة فساد الإدارة إلى مرحلة إدارة الفساد. وفعلا كلامه صحيح. أنا أنور ده لو ساقوني ودوني وزير السيدي في حتة ما أنا ده حالقى معشعش فساد وبلاوي ما بقدر أنجح فيه. الكلام ده صحيح كلامه صحيح 100%. عشان كده إحنا نغير ونحارب الفساد من الجراس روتس من الجذرية من الواطة. الحاجة دي الحاجة الوحيدة اللي بتسمح لنا إحنا نتطور ونمشي لقدام ويكون عندنا استقرار. المسائل بتاعت النزاعات والخلافات اللي بتنشأ دي مكان المحاكم والقانون. نحن لازم يكون عندنا رول اوف لو، لازم يكون سيادة القانون، القانون بيطبق على الجميع. مش لو سرق فينا الضعيف الناس يحاسبوه، لو سرق القوي يعني صرفنا عنه وخليناه. دي مشكلة، دي حاجة بتهلك الحرس والنسل يعني. طيب نعم. تمام دكتور انور، ذكرت قلت واحدة من الوسائل ممكن تكون الكاميرات، لكن شيل الكلام ده من دماغك لأنه الكهرباء لو قطعت الموضوع كله باظ يا دكتور انور، وانت عارف الحالة دي في السودان عندنا. طيب سامعني علي؟ نعم سامعك علي. قلت لك لو الكهرباء قطعت بس في السودان موضوع الكاميرات ده انتهى، ما في مراقبة حتكون موجودة، شيلوا الكلام ده حاليا ولا شوفوا له بديل او شوفوا انه كيف في طاقات شمسية، في طاقة شمسية وفي طاقات نعم. بديلة يا علي يا اخوانا، الناس ما تهزم نفسها. في طاقة شمسية، في طاقة شمسية ما كان وصلنا الحالة. لا 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 اسمع كلامي، اسمع نعم. كلامي يا علي. نعم. الناس ما تهزم نفسها، نحن ما بنهزم، نحن لا موجوده يا اخي. بالمناسبه ده كلام الناس اللي انت قلت من الجزيره، انت مشروع نعم. الجزيره استخدموا في الطاقه الشمسيه في الثمانينات، في الثمانينات كان في طاقه شمسيه بالمناسبه. احنا بكل اسف ما بنستمر في التجارب الكويسه. ايوه المهم جدا انه الناس ما تهزم نفسها. ان احنا اسوا عدو بالنسبه لنا حاليا نعم في موجوده في حتات ثانيه، في ناس اسمهم منيرين. انا دي شخصيا عزمت دكتوره غاده فاروق دودا، قدمت التجربه بتاعه الحبوبات في جبال النوبه اللي بيجوا مهندسات بتوع طاقه شمسيه وانار الغرب بتاعتهم قبل ما تيجي الحرب تكسرها. حبوبات ناس ما بيقوا الخط لا بيقروا لا بيكتبوا، بيجوا مهندسات طاقه شمسيه بعد دوره في الهند وبيجوا يركبوا الشرائح بتاع الطاقه الشمسيه في جبال النوبه. طيب المسائل بتاع الطاقه الشمسيه دي ما نسمع كلام الناس يفتكروه معقد ومستحيل وبتاع. الشرائح بتاع الطاقه الشمسيه ممكن نركبها في كلها كجزء من الانتخابات وبعدين تظل بعد الانتخابات لتنير الاماكن دي. يعني حتى لو كان مركز بتاع 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 اختراع في اقصى حته يبقى منار، يعني الاناره بتاعته تبقى بالطاقه الشمسيه، ودي حاجه الانتخابات خلتها. بدل ما نصرف على الانتخابات في كلام فارغ نصروا على انتخابات في حاجة تنير الحتة تزيد الطاقة في السودان كله. جميل معلش بس نقوم نقاطعك قبل ما نشيل مكالمة معانا على الإيمو على الدين، قبل ما نقوم نسمع على الدين من وين حملة الأمل حيجي التمويل بتاعه للحملة، منو بمول حملة الأمل، من وين حتجيب القروش يا دكتور أنور للحملة؟ طيب السؤال بتاع التمويل ده بيجي من وين؟ التمويل ده نحن دارينه لشنو؟ وده السؤال. يعني احنا قبل ما نقول انه والله الحمله دي هتجي من وين هتمول، احنا هنقول احنا دارين قروش في شنو؟ احنا لو ما محتاجين قروش في حاجه ما دارين قروش، معناه ما دارين تمويل اصلا. يعني مثلا الليله انا داير قروش عشان اعمل اعلام. نعم. داير اعمل اعلام على مستوى الفيسبوك انه السودانيين كلهم يعرفوا انه في حاجه اسمها حمله الامل. وفي زول مرشحة أنور ضفع الله مرشح لرئاسة الجمهورية، دار أدفع قروش لفيسبوك على أساس إنه الفيسبوك الناس تعرف. الكلام ده عنده طريقتين، يا إما أنا أمشي أدفع لفيسبوك أعمل لي إعلان paid ad مش كده، يقول على البوت ميديا. يا إما أنا ده أصل علي وأصل خالد ومحمد، علي صديفني في قناة الزول، ناس الموجودين معه كلهم يعرفوا أنا، بالتالي علي توفرت لي ميزانية كبيرة. أنا كنت هدفع كم عشان أصل الناس اللي وصلتهم عبر كسيدي؟ تمام. فيبقى اخواننا المساله الا لو كنا دارين للرشاوى السياسيه. الكلام ده ما كلام حلم. انا ما داير انتخابات في السودان يكون فيها زول بنشتري لي شوال سكر
ولا نركبه ونديه مواصلات ولا نغديه ولا كده. دليل الناس تاخذ قرار بناء على المستقبل الطويل، انه في خلال 4 سنوات دي الناس هتعمل شنو، وتتاكد تماما انه في خلال 4 سنوات دي تصلك فعلا الوعود اللي جاتك وديت الصوت بتاعك. يعني ما الناس ما تبقى شورت سايتد، ما يبقى التفكير بتاعها في اسي بس، ادوني بس انا ده ادوني حقي حارس دي، ما يبقى تفكير بتاع سماسره، نفكر تفكير بتاع شنو؟ بتاع بناء دوله، بتاع احنا بلدنا دي نبنيها لقدام، بالتالي لازم نجيب الزول الافضل. يا اخواننا العمليه الجراحيه والتجر الدواء لما الزول ياخده ما حاجه حلوه، لكن ضروريه ومهمه للتعافي. نحن لازم نكون جاهزين للتضحيه بالغالي والنفيس عشان مستقبلنا ومستقبل اولادنا. انا شخصيا نفسي شغال بالعون الذاتي، الناس اللي بيشتغلوا معاي كلهم شغالين بالعون الذاتي. نحن الحاجه يعني لو ما خلاص بقت محتاجه قروش ما بنحاول ندخل يدنا في جيبنا نطلع قروش. ليه؟ لان الناس محترفين، ونحن دارين حكومات بتاعت ناس محترفين، ناس ما يحتاجوا انه يدخلوا يدينهم في جيب المواطن عشان يعملوا منه. انا ادخل يدي في جيبي وانت تدخل يدك في جيبك لما نكون عاملين نفير للاخ القبيل قلناه بتاع انه قال الناس بياكلوا صفق الشجر، ده ندخل يدينا في جيبنا كلنا ونعمل للكلام ده. لكن عشان الحمله ولا عشان الاعلام ولا عشان حاجه زي دي، احنا ما هنكون مضطرين لحاجه زي دي الا في الضروره القصوى، ولما الناس توافق على الكلام ده. لما الناس توافق كيف؟ توافق بانها تمول الكلام ده. اخواننا انا قلت قبل كده بحساب 10 جنيه سوداني من كل زول مؤمن بالتغيير، احنا ممكن نعمل تغيير، ما محتاجين اكثر من كده. جميل، شكرا. 10 جنيه سوداني من كل زول مؤمن بالتغيير في السودان. انت بتغير السودان. معانا علاء معانا من جبيل، معلش علاء خليناك في الويتنج. السلام عليكم يا علاء. السلام عليكم يا استاذ علي، كيف حالك؟ البطاريه انا خلاص تقريبا شارفت على الانتهاء. حيكون اخر سؤال ان شاء الله، ونواصل في وقت ثاني لكل الاسئله. اوكي اوكي تفضل. طيب علاء، مرحبا بك يا علاء، يا ريت تسال سؤالك على طول، تفضل. نعم، التحيه لك والتحيه لضيفك. يعني صراحه كده انا خلينا نخش في الموضوع على طول، بس اديني مساحه صغيره عشان اعرف عنه واعرف. طوالي نواصل. نعم. صراحه يعني انا ما اعرف هو الاخ يعني انور، اسمه انور تقريبا، هل هو مقتنع بالكلام اللي بيقول فيه ولا يعني اي انتخابات بيتكلم؟ يعني السودان وصل في دوله عشان تكون فيها انتخابات؟ يعني 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 لو تتحدث عن انتخابات انا تتكلم عن تغيير نظام وعن ثوره، يعني هو تطلع من خط الثوره عشان تيجي تعمل انتخابات؟ انتخابات دايره لها مؤسسات، دايره لها دوله، دايره لها امكانيات، دايره لها نزاهه، دايره لها في ضمن النظام الحالي ما في حاجه اسمها انتخابات. يعني الانتخابات تضيع زمن وتتزمن بالناس. يعني انت هو فاضي يوفر مجهود ده في شيء بيفيد الخط الثوري اللي ماشيين فيه كل الناس. انت لو جيت تتكلم عن انتخابات تشارك القتله، لو جيت تصافح القتله ديال المجرمين انت صافحتهم، هذا شارك لهم، فده شاركهم تمد في عمرهم وليس الدين شرعية، تمام؟ وبتخليهم بيروز العالم بأنه نحن عملنا انتخابات وعندنا فرصة بتاعت إنه شوف في ناس بتشارك في ديمقراطية في نزاهة، الدليل أنه بأمر ما شارك بيحل وفلان شارك بيحل وفلان شارك مستقل، شوفوا إحنا فزنا لأنه في مشاركات من الناس الثانية. بعدين في عدم احترام لنا نحن كشعب سوداني كناس معانين، إحنا بنجي في الوقت ده ناس ما لاقي يدافع والناس ما لاقي يتشرف والناس ما لاقي تتعالج. يعني اي تحدث لنا عن الانتخابات؟ عن اي انتخابات تتحدث؟ حتى انا عن حال اهلنا السودان كله لاجئ، السودان كله لاجئين مهمشين، لاجئين داخل البلد ولاجئين خارج البلد. الناس عيان، الناس مرضان، الناس ما لاقي تاكل، الفول ما لاقي، اطفال المدارس ما لاقيين ياكل. انتخابات شو؟ خليك تكلمنا عن ازمه البلد. ما هو بيتكلموا عن انتخابات، هو مقتنع تماما انه اذا دخل اي انتخابات ما حيفوز. غير الناس دي الغتله. يعني انت تعلمنا عن انور ظن ومشى دخل في اي انتخابات مع الناس دي، حيكون عدم احترام للشعب السوداني، عدم احترام للديمقراطيه اللي انقلبت على، عدم احترام لل 28 شهيد فاقد الشهيد القدامى الاراضي، عدم احترام للشهداء المدنيين في السودان، عدم احترام للقتلى في دارفور واسرهم، عدم احترام للناس المدنيه في الخرطوم، في عدم احترام للطلبه اللي انقتلوا في الجامعات، في عدم احترام للمال اللي اتشرك، كانوا احترام لنا احنا كشعب سوداني. يعني الناس دي القتل، انت كيف تجي تجيب مع قتيل مع زول مجرم في صف واحد تقول له انا بنفسك يعني خلاص، احنا كشعب سوداني ما حنقبل الكلام ده. جميل. يا اخ انور، يا اخ انور انت يعني الصراحه الموضوع ده ما تفهم فيه تماما. يعني صراحه انا ما اقدر افهم، يعني احنا كشعب سوداني كشعب سوداني. طيب علاء، فكرتك وصلت يا علاء، كلامك فكرتك وصلت. في سؤال ثاني؟
فين النقطة دي؟ نعم في. اديني السؤال الثاني. طب السؤال الثاني انا بشوف انه يعني الاخ انور والناس اللي وراه والناس اللي معاه وسيل الاسامي اللي انت طرحتها ما عارف بتاع ايله بتاع الجزيره كان بتاع بورسودان وجاب اسماء كده غريبه وناس يا 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 ما في ولا حتى الشباب يعني ناس لا معروف ولا في برنامج انت اضع لنا يعني 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 موضوع موجود اللي هو في قبضه السودان قال لنا السودان ده يعني فيه في حركات مسلحه الحرب من سنين في دارفور الشري في غيره كويس في احزاب في احزاب داخليه في احزاب خارجيه في حزب امه في احزاب كبيره انت كيف تقدر تواجه كل الناس دي؟ انت الليله قول مشيت خشيت الانتخابات طيب احنا فرضنا فرضا انك فزت في حركات مصلحه من دارفور حيقول لك انت مو احنا ثلاث سنين قاعد نقاتل حقتنا ناس حقتنا ناس حقتنا يعني ما حيقولوا ايه حتقول ثاني حتقول صوره برضه ضدك في ناس في احزاب امه في احزاب غيرها حتقول لك نحن عندنا ناس 80 ناس غيرهم في ناس غيرهم من سنين من الماضي نعم يعني انا في كل المقاييس علي اختار على قناه عشان ما اطول لانه نعم. اي انا كشاب انا كانسان سوداني ومغرب والله الشباب السوداني اي انسان صافح الحكومه الانقاذ سواء كان على مستوى الافراد على مستوى الدول على مستوى المنظمات او حتى على مستوى الافراد كبرنامج اخونا انور بس اذا صافحت الانقاذ في اي برنامج من البرامج وقفت معاه في خط أنا أتأكد تماما إن إحنا الشعب السوداني واحد فينا، أنا أصورك مجرم وشريك للناس دي، وحنجي يوم من الأيام حنراضيك، ما بنقبل أي إمكان، الناس دي يمكن يسووا مشاعرية، ما بحاجة للانتخابات. طيب، شكرا على لأنه الزمن حيطول، الحديث حيطول، أدينا الأشياء اللي أنا عليها، أجل، تفضل. اي انسان يعني انا اخلص كلامي اي انسان نحن ناس حقتنا فقدنا عايزين علينا ومشردين من بلدنا يعني منقوصين من احد الحكومه دي يعني دمنا بايظ ما دارين نسمع زول يتكلم يلعب في خط يمشي مع الناس في خط واحد اي انسان دخل مع الناس في خط واحد احنا بنعتبره مجرم تبع الناس تاكد تماما حتحاسب انت تتحدث عن من انت عن من نيابه عن من يا في اخوان بيختلفوا معك في الراي انت بتتحدث نيابه عن حركه مسلحه مثلا ولا نيابه عن حزب انا بتحدث نيابه عن انسان مستغني بسيط مضطر من النظام فقط اهله فقط ناس مشرد من بلد انا لا انتمي لحركه لا انتمي لحزب لا انتمي لاي جهه سياسيه ولا عندي اي وجهه سياسيه انا انسان مواطن بسيط مواطن غربي يعني انت بترى عاوز تشوف على الدين نختصر كلامك في نقطة انت عاوز تشوف محاكمات للناس اللي موجودة في السلطة لانهم ارتكبوا جرائم ضد ناس وقتل ده مختصر كلامك ايوه انا دار اشوف محاكمات جميل انا ما داير ما دايق زولي يشارك الناس انت تيجي تسديب انا وهو عارف انت مع الناس بيجي على واحد جميل يا علاء انا وصلت الفكره علاء لانه كلامك حيكون متكرر عن نفس النقطه انت داير في نفس النقطه وصلت المعلومه يا علاء شكرا لك تمام شكرا ربنا يديك العافيه طيب كلام علاء سمعته واضح ما عاوز مشاركه ما عاوز انك تشارك الناس دي او تمشي معاهم في خط على اساس انك تخش في انتخابات معناتها انت في مشي في الانتخابات الناس اللي عندها ناس ماتت الناس اللي عندها ناس مشردت معناتها انت كنت دماء الناس دي كنت اماناتهم في انه والله يا اخي تعتبر انه الانتخابات شريفه ونزيهه معاهم وانهم ناس صادقين يا دكتور انور الو نعم دكتور انور سامعني علي هاي سامعنك نعم سامعنك منتظر انك ترد على كلام اخونا علي نعم سامعنك دكتور أيوة. انور طيب بالنسبه للمداخله بتاعت الاخ يعني مداخله طبعا يا ها المداخله يعني في نفس الخط بتاع انه الشرعنه يعني ولا الشرعيه بتاع هذه الشرعيه للقتله وللحراميه الفاسدين والى اخره والى اخره انا بقول انه يا اخواننا دي طريقه ما الطريقه دار تغير في طريقه بتاعت انتفاضه صيام مدني في طريقه بتاعت حركات مسلحه في 500 طريقه مختلفه دي الطريقه اللي اخترناها نحن وشايفين انه والله عبرها سلميا ممكن يسلم السلطه قد نكون سذج قد نكون مغشوشين قد نكون شنو لكن قد نكون على حق قد نكون صح ولو بقينا صح في الوقت ده
انا متاكد في ناس كتار جدا حيندموا على الفرص اللي ضيعوها بتاعتين والله ممكن يغيروا في البلد. وهم المؤتمر الوطني عباره عن نمر من ورق، هم قالوا انه والله حاجه كبيره، وهم محبطين نفسهم وهازمين نفسهم بنفسهم، يعني قاعدين من بعيد كده ده وشايفين انه والله يا اخي الانتخابات نتيجتها محسومه سلفا، وهم براهم يتنازل عن مستقبلهم الممكن يكون مختلف لو هم اشتغلوا فيه شغل جدي. انا ده من الناس اللي اشتغل في المستقبل بتاعنا بصوره جديه عبر عبلة الامل، وانه تكون منصه قويه يطلعوا منها النجوم والناس اللي بيقدروا يغيروا مستقبل البلد، يعني الناس اللي حابين على مصلحه البلد من غير ما بالضروره انهم يكونوا منتمين لحته، ودي الاغلبيه والاكثريه، يعني منو كم نفر محزبين في السودان بعضويه وبيدفعوا اشتراكات شهريه وبتاع كم نفر. ثاني حاجه المساله بتاعت انه زول قاعد برا السودان بيحبط دي حاجه انا من حياتي بستغرب ليها. انا بقدر افهم انه زول قاعد في السودان والمشاكل الاقتصاديه والسياسيه والامنيه وغيره ممكن تخليه يحبط، انت اللي قاعد برا ده انت تكون محبط برضه؟ والله كان كده زي ما يقولوا قاسي جمد دلكته، انت ما المفروض انك تكون محبط، انت المفروض تكون متحفز للتغيير في السودان، انت تكون شغال للناس في السودان بيدينك وبرجلينك، انت ده المستنين منك انت تغير وتساهم وتجيب الافكار الجديده. الناس ما واقعه في حفره تحت ما قادرين يشوفوا انه فوق والله في فرصه بتاعت انه يطلعوا ولا بتاع، انت بدل ما تجدع عليهم حبل تقوم تقع فيه وترمي معاك فيل، دي مشكله كبيره جدا. دي الحاجه اللي بشوفها انا دي فيها التقاعس، دي الحاجه اللي بتغير يقول لك انه بتفرق ان احنا من غيرنا انه احنا بناخذ مبادره ما بنقعد سايب، وفي في الوقت بتاع المبادره ده بنكون شغالين في عمل تطوعي في عمل خيري في اي عمل بنشتغله، ما بنجيف ما بنقول انه والله يا اخي لو ما استلمنا السلطه ما حنعمل، ما هي دي الحاجه اللي عاملها الحساب السياسيه دايره القصه بتاعت انه انتخابات نزيهه وحره تكون جاهزه كده على طبق من بنداب بعدين هم ينزلوا انتخابات. يا ابني حلال انت في حكومه قمعيه حراميه الى اخره الى اخره، خش داوس وافرض الشروط. انت الليله اللاعب لما يكون لاعب في الكوره راس الحربه لما يستلم الكوره بيستلمها مرتاح، لكن لو معاه مدافع واقف معاه ما بيستلمها مرتاح، ما بيقدر يقبل ويشوت في الجون. اسي الحكومه بتاعتنا بتشوت في الجون مرتاح زي الشغاله بلينتات كانها هي والجون بس. فيا اخي الناس تداوس الناس ما تقعد ساي. ثاني حاجه انا اقول لكم هنا في بيع وفي كوربشن بيحصل في الانتخابات وفي الحوارات وفي البتاع. أنا إحنا لما نكون كأفراد بيكون عندنا قوة والمستوى بتاع النزاهة والشفافية بيكون عالي، الحتة دي الناس ما تستهتر بها، دي حاجة كبيرة جدا جدا. أنت بتقدر تراقبني وتتكلم معي بصورة مباشرة بحملتي وبرنامجي، ما زي البيروقراطيات الكبيرة دي كناك. عشان تلاقي رئيس حزب في السودان أنت بتكون محتاج لك 500,000 نفر يجوا مارين عبرك، ولو لقيته بيقول لك كلام ساي يدخلك بالشنقيط يمرقك بالوادي ما بتعرف انت ذاته انت الحاصل شنو والى اخره. فالناس ما تهزم نفسها، انا شخصيا ما بهزم نفسي، انا ده معنوياتي عاليه جدا جدا وواثق بانه ان شاء الله حنفوز بانتخابات 2020 ان شاء الله. التفاؤل والخير تجدوه، تكون متفائل وتكون اوبتمستيك يا اخواننا في انه التغيير. كلنا عاوزين نشوف تغيير صراحه، عاوزين نشوف شخص اخر في رئاسه السودان غير عمر حسن احمد البشير. كثير من ابناء السودان عاوزين يشوفوا الحاجه دي. دكتور انور نحن شاكرين لك حتى اننا ما نطول على الناس المشاهدين ونطول على الناس اللي قاعده بتشاهد. حنستضيف دكتور انور في لقاء اخر انه يجاوب على الاسئله المتبقيه وناخذ برضه مكالمات، وعذرا للناس اللي ما قادرين نحن ناخذ مكالماتهم. كل اسئلتكم المطروحه على البث المباشر حنصيغها كلها ونكتبها للقاء الاخر مع دكتور انور. ولكن قبل ما نختم يا دكتور انور، ناس وجهت لك انتقادات في مواقع التواصل الاجتماعي مختلفه، البعض قال انت تابع للحكومه لانه في بعض الاشياء اتوجدت لك. انت كنت في نفير 2012، نفير معروف انه قامت به حكومه الانقاذ، ناس رأوك في المعارضه، هل ده كان بس لانك عاوز تظهر لذلك كنت متواجد مع معارضه على حكومه؟ هأعرض عليك بعض الصور يا ريت تقوم تدينا معلومه عنها حتى اننا نختم حلقتنا دي يا دكتور انور. دي صوره ليك يا دكتور انور مع احمد حسين اللي هو في حركه تحرير السودان والمعروف احمد حسين عبر لقاءاته التلفزيونيه. حدثنا على الصوره مع احمد حسين. نعم نعم انا كنت في لندن في سنه 2012 لمؤتمر، وصادف نعم. مع المؤتمر ده يعني في اخر يوم ليه، وكان في مظاهره في السفاره السودانيه في لندن،
فدعت لها المعارضة كله ألوان الطيف هناك، ومشيت المعارضة وكتبت اللافتة بتاعتي إنه يعني نعم لزيادة ميزانية التعليم والصحة في السودان، وتنقيص ميزانية الدفاع والأمن على أساس إنه يكون عندنا، ولمكافحة الفساد. الكلام سنة 2012 في المظاهرة لقيت الأخ محجوب حسين وأخذت معه صورة. أنا شخص بحب التوثيق جدا جدا، وأي شخص بلقاو يعني شوف انه والله كان عنده اسهام في حته ما باخذ معه صوره. فاخذت صوره مع محجوب حسين هناك، كان في الحته دي في قدام السفاره السودانيه في لندن. تقريبا انت ما طبعا بعد رجعت السودان وتم فصلي من جامعه الزعيم الازهري بالمناسبه. نعم، الحقيقه ما وثقت فقط وجودك مع احمد حسين، وثقت ايضا وجودك مع دكتور مصطفى اسماعيل حينما كان وزيرا للخارجيه. شنو الصورة، مناسبة الصورة شنو مع نعم. دكتور مصطفى عثمان إسماعيل أحد الوزراء في حكومة الإنقاذ، واللي هو وزير الخارجية آنذاك عندما التقط مصطفى عثمان إسماعيل جاء زار كوريا الجنوبية في 2004. نعم شنو كانت المناسبة للصورة؟ نعم، أنا في الوقت ذاك طالب بتاع ماجستير في كوريا الجنوبية. الجالية في كوريا الجنوبية قليلة، صغيرة جدا جدا، وكنت في نفس الوقت سكرتير للأنشطة لرابطة الجالية السودانية. في الوقت ذاك كان الأخ المناسبة إنه جاي مسؤول زائر، والسفير عمل غداء، يعني حفل غداء في بيته. طبعا السفارات في دول زي كوريا وكده ما فيها الاستقطاب السياسي الحاد زي أوروبا وأمريكا. يعني هناك لو مشيت سفارة سايدي أنت كأنك عملت جريمة. أنا الكلام ده شفته في أمريكا في واشنطن، وشفته في بريطانيا. السفارة دي حتة محرمة، ما بتمشيها حتة معارض. ليه؟ لأنه معظم الناس بيكون أصلا طالب لجوء سياسي، وبتقول إنه والله يا أخي إحنا يعني ممكن يكون عندنا مشكلة ولا بتاع. فبالتالي ما بتكون قريب من ناس الحكومة، حتى لو كان ولد خالتك ولا ولد عمك ولا بتاع. والكلام ده حصل وأنا شفته وعرفته. يعني لو لا قريبك انت في الحكومه وجاء زائر في وفد بتتدسى بتزوغ بتلاقيه في حته بيورا عشان ما يقولوا والله يا اخي كان مع الحكومه. وفي ناس عملوا كميه بتاعت حاجات يعني لايقاع ببعضهم البعض في مشاكل. المهم اختصار الموضوع، انا كنت سكرتير المناشط في رابطه الجاليه، ورئيسه كان اخونا الصادق الارباب، وهو شخص حزبهم معروف يعني. فكلنا موجودين في الحته دي، ومصطفى عثمان اسماعيل كان فيه، واخذت معه صوره يعني. جميل. في الوقت ده لقاءاتك كانت ما بين حكومه ومعارضه، لكن ما بتعني اي حاجه يعني، ما بتعني انتمائي لحته ما. انا ما اعرف، لا هي ما تعني لو صورت انا مع اكس ولا واي هل معناها انه انا ده قوالي بس معاه في نفس المركب؟ نعم. الكلام ده شايفه ما منطقي يعني. انور ابراهيم، الدكتور انور ابراهيم، عاوزين نعرف علاقاته حتى مع الاحزاب الاخرى، علاقتك مع الحركه الشعبيه. ايوه. لا اللي هو ياسر عرمان، في صوره ليك مع ياسر عرمان ايضا. السياق. نعم، ياسر عرمان، لقاء مع ياسر عرمان من الحركه الشعبيه قطاع الشمال. فما اعرف ايضا هل لك تواصل مع الحركه الشعبيه من اجل انهاء الحرب في السودان، ام ايضا صوره بس توثيقيه وتذكاريه؟ والله صورة توثيقية، وكان الله يحب المحسنين، زي الصورة بتاعت عمر البشير مثلا. يعني لقيت عمر البشير في كوريا الجنوبية، لقيت ياسر عرمان في لندن. كل واحد في مناسبة مختلفة، ولا أنا حركة شعبية ولا مؤتمر وطني. فكون إنه والصور دي أنا خدتها الغريبة بنفسي في الإنترنت، وجات استخدمت خارج السياق بتاع. يعني أنا والله حزين جدا جدا لأنه الخساسة تصل ببعض الناس. نعم. طيب هل نعم. يعني اي يعني انت لقيت ياسر عرمان، لقيت محمد طاهر ايلا، لقيت ابراهيم الشيخ المؤتمر السوداني، لقيت الصادق المهدي، لقيت ناس كتار جدا جدا، واخذت صور مع بعضهم وبعضهم ما اخذت معهم. يعني ما كان المناسبه بتسمح المناسبه. جميل. عندما التقيت بالرئيس عمر البشير، أيوة. هل تحدثت معه؟ قدمت له نصح او اي شيء؟ الخط وقف من عندك. نظام الحكم عنده محتاج لتغيير، اتيحت لكم الفرصه في انك تقابل.
أنا كنت نائب رئيس الجالية السودانية. لا 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 أسمع أسمع السياق، السياق اللي لقيته فيه وأنا ده سياق بتاع تنوير. إحنا كنا الجالية السودانية هناك، وكان الأحداث بتاعت أم درمان اللي هو دخول قوات خليل إبراهيم الله يرحمه لأم درمان، فجاء عمل تنوير قال إنه والله يا أخي القوات جات داخلة وبتاعه وبقفشات ونكات وحياة زي دي. الكلام ده كله بالمناسبة ما كان يعني السياق بتاعه ما كان الطريقة اللي تم عكسه بها في الإنترنت. أنا في ناس عندي معهم خصوبة على الإنترنت، أوكي أنا مختلف معك في الرأي، لكن ما بطريقة خسيسة بحاول ألوي سمعتك وأخدتك إنك أنت والله يدك في يد القتل المأجورين مصاصي الدماء والفامبايرز وبتاع. الكلام ده ما حقيقي، ما صحيح. إحنا ما المفروض تكون المستوى بتاع الدناءة والخساسة بإنه ننال من بعض بطريقة زي دي. أنا خطيت ألبوم توثيقي لصوري مع السياسيين، وده معناه إنه أنا ما سياسي. ألا ما أقول صوري مع سياسيين معناه أنا ما سياسي. لو أنا ده سياسي في الوقت ده كان بقول لك والله موقفي كده وما خطيت يدي مع ده وفلان ده عينت له حدرت له وفلان ده ما تكلمت معه وما سلمت عليه، لكن ده ما الحقيقة. فأنا بس بتمنى إنه الناس تكون منصفة في الحتة دي. وطبعا الإنصاف صعب، يعني الكلام ده سيله كم سنة الكلام ده. يعني أنا لما طلعت الفيديوهات اللي بنتقد فيها الحكومة السودانية سنة 2008 ما في راجل ما في امرأة في الشرق الأوسط ده كله عمل العملية دي. أول فيديو بلوجر بشحمي ولحمي ذريت إنه يعني حاجة كان خلعت الناس، يعني السفارة السودانية في سيول اتخلعت لما عملت شكوى رسمية لوزارة الخارجية الكورية ووزارة التعليم العالي الكوري والجامعة والبروفيسور بتاعي جوطة، يعني ما حاجة سهلة كانت. جميل. هذه كان ممكن تضيع الدكتورة بتاعتي بالمناسبة. فأنا دا لما نعمل حاجة ومقتنع بها ما بخاف، ما في شيء بخوفني. في ناس قالوا لي أنت شلت الفيديوهات ولأنه خفت. إخوانا ما خفت لأن الفيديوهات زمان انتهى. أنا بتكلم عن إبراهيم الزول المقدم قناة الزول. لما أجي الفيديو بعد 3 سنوات أنت تكون مشيت بقيت في البي بي سي، الفيديو ده طلع من سياقه خلاص انتهى، فترته التاريخية انتهت. أنا سؤالي بكل الناس، أنتوا يا الشجعان يا الرجال يا النزيهين يا المعارف شنو، وين فيديوهاتكم؟ يعني أنا طلعت فيديوهاتي أنا كأنور كفرد مستقل طلعت فيديوهات، أنتوا فيديوهاتكم هنا، فيديوهاتكم كأحزاب هنا كانت 10 سنوات ما في ناس تكون منصفة. فالمهم ربنا أعلم بالنوايا وبالحاجات، وبيشتغل معانا بيعرفنا عن قرب. يعني احنا ما محتاجين ندلس، احنا لو دارين بالمناسبة نخش الحكومة ونكون يعني نكسر لها ثلج ولا بتاع والله ده أسهل حاجة. يعني أسهل جميل. حاجة التقيت بالمعارضة والتقيت بمعناته عندك علاقات. ده بس عملناه عشان يسوقنا لسؤال ختامي، كيف حتكون معاملاتكم ونظرتكم للأحداث السودانية اللي موجودة الآن في السودان؟ نعم، احنا علاقاتنا هتكون كلها متوازنة مع السودان ومن أجل السودان وخارج السودان من أجل السودان. العلاقات بتاعتنا هتكون متوازنة جدا مع الجميع، مسافتنا واحدة لأنه في النهاية بيهمنا مصلحة المواطن السوداني. يعني احنا برنامجنا ده كله سنترو المواطن السوداني. شركة أمازون بتاع التكنولوجيا أكبر شركة حاليا، الكونسيب بتاعهم الطريقة بتاعت التسويق بتاعتهم والطريقة بتاعت بناء الشركة والخدمات والبتاع اسمها الكاستمر أوبسيشن. يعني الناس دي المهووسين برضا المستخدم لبرامجهم وحاجاتهم. احنا في حملة الأول حنكون مهووسين برضا المواطن السوداني، وحنحاول نأسس الكلام ده لأن احنا نغير في قواعد اللعبة. الناس تدينا فرصة، الناس تساعدنا يا اخواننا وتدعمنا، الناس تقيف معانا ما تحطمنا، الناس ما تحبطنا، الناس تبيس فينا الروح بتاع الأمل زي ما احنا بنحاول نبيسها في الناس. بكده احنا بنقدر نغير شيء. بغير كده يا اخواننا احنا نكرس الأمر الواقع. ما نكرس الأمر الواقع، ما ننهزم بالإحباط بتاعنا الأمر الواقع. جميل. أنت مهمة جدا وشكرا لكم كثير. يعني ألف شكر لك دكتور أنور، وإن شاء الله نلتقي معك حتى إنه في بعض الأسئلة إنها تقوم تطرح عشان ما نطول طولنا عليك. ونحن نتمنى لك التوفيق ولحملة الأمل التوفيق حتى إنه يرى السودانيين فعلا وجه جديد على حكم رئاسة السودان وتغيير حقيقي على الأرض الواقع. والكثير تساءل ويسأل ومنتظرين شوفتك على أرض الواقع في الميدان حتى إنه كل الشعب السوداني يرى، وفي انتظار أيضا إعلان حملتك وانطلاقة سواء كان في مواقع التواصل أو على أرض الميدان. دكتور أنور شاكرين كثير جدا لوقتك الغالي الثمين في إنك خصصت لنا الوقت إنك تكون معنا،
وباذن الله نلتقي بيك، ان لم يكن اليوم فقد حتى انه نكمل ما بداناه من النقاش هو رد على هذه الاسئله. شكرا لك وشكرا للحضور الكريم ونشكركم جزيلا، ونتمنى انه نكون وفقنا في اللقاء ده حتى نتعرف على حملة الأمل التي ستنطلق وتكون أملاً لخروج السودان إلى بر الأمان، وسنواصل مع دكتور أنور بإذن الله سبحانه وتعالى في وقتنا آخر. شكرا لك دكتور أنور. عهد جديد، عهد جديد، عهد جديد. جميل. عهدي، معليش الصوت بس كان فصل يا دكتور أنور. كلمة أخيرة يا دكتور أنور. عهد جديد، شعب عتيد، وطن عظيم. دي الثلاثة حاجات الدارين الناس يخدتها في بالهم. نعم. عهد جديد، شعب عتيد، وطن عظيم. لأنكم تستحقون الأفضل. لأنكم تستحقون الأفضل. دي حملة الأمل دكتور أنور ضفعل. سمعتني علي؟ رئيسا عهد جديد شعب عتيد وطن عظيم قال قسما تعهدنا للشعب السوداني. شكرا لك دكتور أنور ضفعل. عهد جديد شعب عتيد وطن عظيم. نعم. لأنكم تستحقون الأفضل. شكرا لكم تستحقون. ألف شكر لك وتصبحوا على خير وبإذن الله سبحانه وتعالى لو حيين بنتلاقى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا.